دودا اللي خلص فيها دوبا سعيد دودا اللي هيك سعيد كيف صار في خير سيدة حب البوستة أمين عام السابق لحزب الاستقلال سيد الأخ محمد اليزغي محلة نائب الكاتب اتحاد الشراكة للقوات الشعبية أيها الأخوات والإخوة أيها الحضور الكريم مرحبا بكم ونشكركم على استجابتكم لدعوتنا ومشاركتنا إحياء الذكرى العاشرة لرحيل الفقيد عبد الرحيم بوعبيد. وقد ارتأت المؤسسة أن تحيي هذه الذكرى بتقييم مغزى وأبعاد المذكرة المشتركة لسنة 1991 واستحضار رسالة الراحل وذلك باختيارها لموضوع مفهوم التعاقد السياسي لدى الحركة الوطنية بين الاستمرارية والتجديد. لقد تضعنا التساؤلات المطروحة حاليا على الساحة السياسية ببلادنا حول تراكمات الحركة الوطنية والديمقراطية وما أفرزته تراكمات من محطات ومن مواقف لا سيما في العقد الأخير أمام الضرورة الملحة لتحليل صيرورة هذا المسار خدمة طبعا لأفق البحث الموضوعي في شروط وممكنات إنضاج وتطوير أهداف عملنا النضالي. ولن تتأتى هذه المقاربة في نظرنا دون إبراز الأسس والتوجهات التي ارتكزت عليها منطلقات تجربة التناوب لا سيما منها مذكرة أكتوبر 1991 وذلك بتقييم توظيفها السياسي وتفاعلها المجتمعي وإجلاء العراقيل التي أفرزها المسار يفرض صياغة تصور شامل لإنجازات هذه المرحلة ولكن كذلك لتعثراتها وتقييم هذه التعثرات في أفق تطوير عملنا. ومقاربة من هذا القبيل أو من هذا النوع تنطلق من اعتبار صيرورة العمل الوطني والديمقراطي صيرورة لا تقفز عن الخلافات في وجهة النظر بيننا لا سيما بين العائلة الواحدة بل تحاول تصنيف هذه الخلافات وتموضع هذه الخلافات ووضع آليات تجاوزها. إن هذه المقاربة التي تستند في نظرنا لروح رسالة الفقيد والمرتكزة كذلك على الوضوح وعلى الصرامة فيما بيننا قد تحكمها المساءلات الموضوعية المتجهة إلى فكري وممارسة عملنا الوطني والديمقراطي لغاية كما قلت تجديد
النظرة بل تجديد مشروعي الحركة الوطنية والديمقراطية من خلال مساءلة الواقع واستشراف أفق المستقبل. وفي هذا الإطار ستتمحور جلساتنا أو جلسات هذا اللقاء حول مسألتين أو قضيتين، بعد طبعا المدخل التمهيدي والتحليلي الذي سيقدمه السي محمد بوستا والسي محمد اليزغي، حول مسألتين قلت: مسألة حقوق الإنسان والحريات العامة ومسألة الإصلاح الدستوري. لماذا اختيار هذين الموضوعين الإصلاح بصفة عامة؟ كما أن حقوق الإنسان تعتبر مؤشرا حاسما على حصوص تغيير في فعلي في سياسة الدولة وفي ممارستها، ودليل على مدى قيام دولة الحق والقانون. ولهذا حظى هذا الموضوع، أي موضوع حقوق الإنسان، حظى بأولوية في العمل الوطني والديمقراطي منذ انطلاقه، وحظى كذلك بالأولوية في المراحل الأخيرة وفي العقد الأخير نظرا لتكاتف عدة عوامل، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي في وقت متقارب. فعملية هيكلة المجال الحقوقي في المغرب صارت في اتجاهات مختلفة، ابتداء من السماح بتأسيس جمعيات نشطة في حقوق الإنسان وإدخال كذلك إصلاحات ذات دلالات قوية كإلغاء ظهير ما من شأنه وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، إلى مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية لمناهضة التعذيب، كما كذلك بذل مجهود لملائمة التشريعات الوطنية الداخلية مع التشريعات الدولية، وتصفية كذلك الأجواء بواسطة العفو الملكي والسماح للمغتربين للعودة إلى الوطن، وفتح تحقيق حول المختفين وصولا إلى التلصيص على تشبث المغرب بحقوق الإنسان في ديباجية الدستور الحالي، والنص كذلك على إحداث لجان برلمانية لتقص الحقائق. ومن الجوانب كذلك الأكثر بروزا في هذا الاتجاه، هناك تشكيل أجهزة ومؤسسات أنيطت بها مهمة الصغر على بناء دولة الحق والقانون، فكان يبدن تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وخلق وزارة مكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي. انطلاقا من هذه المكتسبات التي كان لابد بالتذكير بها، انطلاقا من هذه المكتسبات هناك طبعا ما زالت بعض التساؤلات المطروحة في ميدان حقوق الإنسان في بلادنا الآن وراهنا. هل يعتبر تشكيل هذه الهيئات الصائرة على حقوق الإنسان بالنظر سواء إلى تعددها أو إلى آلية اشتغالها، هل يمكن اعتبارها مبادرات تسعى إلى إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على اختلاف مشاربهم، على اختلاف مواقعهم، على اختلاف توجهاتهم، أم أن هذا التشكل يحكم في آخر المطاف منظور يسعى إلى إدماج وتأطير بل ومراقبة هذه الفاعلين؟ ما هو التقييم وما هو التفسير الصائب في تناول هذه الصيرورة؟ هل يمكن اعتبارها فقط تنازلات بسبب الضغوطات وبسبب النضالات المريرة؟ هل يمكن اعتبارها فقط اكتسابات جزئية وهشة؟ هل شكل البعد الأمني عنصرا أساسيا في سياسة السلطة وسعيها إلى اتخاذ زمام المبادرة في بعض الأحيان في هذه الملف
تلافيا لاستغلال هذا الحق هذا الحق من قبل فاعلين مجتمعيين داخليا. هل يمكن كذلك اعتبار التقدم الحاصل في ميدان حقوق الإنسان في بلادنا رغم نواقصه رغم هفوته خطوة هامة في تحديث الدولة لمشروعيتها ولأساليب تعاملها مع المجتمع، أم أنه يشكل انفتاحا سياسيا واجتماعيا هدفه الأسمى هو إعادة إنتاج نوع من الرقابة من خلال بنيات تنظيمية جديدة، بل من خلال كذلك ترسانة من النصوص القانونية، وإن كانت هذه الترسانة من القوانين تبقى غير ذات جدوى في بعض الأحيان أمام التحديات المتمثلة في ضعف التراكمات الثقافية أو التراكمات الديمقراطية في بلادنا. كيف يمكن كذلك، وهذا هو السؤال الأخير متعلق بقضايا حقوق الإنسان في نظرنا، كيف يمكن تطوير المكتسبات وما هي الأولويات التي ينبغي التركيز عليها الآن لخلق تعبئة فعالة حولها وتطوير طبعا ميدان حقوق الإنسان؟ أما فيما يخص مسألة الإصلاح الدستوري، فإذا كانت سياسة حقوق الإنسان تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة في أفق وبرنامج الإصلاحات السياسية التي فرضتها عوامل تطور كما قلنا داخليا وخارجيا، وذلك لإشاعة مناخ سياسي جديد يمهد لدولة الحق والقانون، فإن هذه المرحلة كذلك هي مرحلة الحقبة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة تستلزم كذلك تقييم أساليب وطرق تدبير شؤون الدولة وعلاقتها بالمجتمع وملائمة بنيتها بالرهانات الحالية وبإشكالية بزوغ ثقافة سياسية جديدة تعمل على تطوير العقليات والسلوكات حتى تضمن فعالية أكبر للإصلاحات. ولذلك فإن بناء ممارسة سياسية جديدة اقتضى إعادة النظر في مؤسسات الدولة القائمة وإصلاح كذلك المجال السياسي لتمكينه من مواكبة ورفع هذه التحولات ورفع التحديات. فينبغي كذلك الإشارة إلى أن تحديد النظام السياسي المغربي يعني تحديد مؤسسات الدولة ومصادر مشروعيتها. فالدستور أداة لتمكين المغرب بل لتمكين مؤسساته السياسية ومن بينها المؤسسة الملكية من أدوات عصرية تحل طبعا محل أو تعدد تلك التقليدية بإضافة المشروعية الدستورية على مشروعيتها التاريخية والدينية. وإذا كانت مراجعة الدستور إجراء طبيعيا بل ضروريا في بعض الأحيان بحكم أنه ليس هناك دستور مطلق، فإنه بالإضافة إلى كونه أي الدستور يؤطر حياة سياسية دائمة التغيير، فإن النص الدستوري لا يمكنه أن يقوم بوظيفته بشكل فعال إذا لم يتم تكييفه وتطويره في لحظات زمنية معينة. فكذلك كان الحال في سنة 92، حيث كانت المراجعة أو هذه المراجعة كان مرادها الانتقال من ملكية تقليدية إلى ملكية حديثة ومرحلة في إطار بناء ملكية دستورية برلمانية تسعى إلى تكريس سلطة تشريعية وحكومة فعالة إلى جانب سلطة الملك. مراجعة 96 كرست كذلك تطورات سياسية مكملة لحلقة الإصلاحات، وكفت إدخال المغرب في مرحلة جديدة من مساره الديمقراطي الحديث. طبعا
كان لهذه إصلاحات الدستورية إسهام وإسهام كبير في رسم معالم جديدة للحقل السياسي المغربي، تمثلت ببين ما تمثلت به في توافق أو في ثقافة التوافق والتراضي. فلأول مرة في المغرب، في المغرب الحديث، يقع شبه إجماع على نص دستوري يتم ربطه بتجربة سياسية جديدة نعتت بتجربة التناوب التي طبعا شرع في تنفيذها منذ يوليو 92. انطلاقا إذن من هذه التجربة، يمكننا أن نتساءل: هل ينبغي اعتبار الإجماع الذي حظيت به المسألة الدستورية نقلة نوعية في الحقل الدستوري المغربي؟ هل التراضي والتوافق أسلوب جديد استلزمته استراتيجية تعبئة المجتمع في أفق خدمة المصالح العليا للمطان، أم أنه وظف كأداة للإدماج المؤسساتي بل السياسي للمعارضة آنذاك؟ هل تكمن أهمية هذه التراضي في كونه وفر توافقا سياسيا مكن في آخر المطاف من ضمان الإجماع حول ما نعت بالقضايا المتنازع عليها، وأسس كذلك منطلقات جديدة هدفت أو تهدف إلى تطبيع الحياة السياسية وإنجاز طبعا الإصلاح المطلوب؟ ألا يمكننا النظر إلى سياسة التوافق كتوجه أدى إلى نوع ما ابتعاد المواطنين على الحقل السياسي وعلى الاهتمام بالشأن العام، وتوجه كذلك مس مصداقية المؤسسات نوعا ما مما ولد لا أقول ما أزقا في الحياة السياسية بل أدخلها في نوع من الجمود؟ أليس هناك صعوبات وعراقيل حالت دون تحقيق وإنجاز الإصلاح طبقا للتصورات التي كانت تصورات في المنطلق وتسعى إلى التوفيق، هذه التصور الذي كان يسعى إلى التوفيق بين الإجماع حول مركزية المؤسسة الملكية ولكن توزيع السلطات واحترام توزيع السلطات الذي تفرضه كل ديمقراطية؟ كيف مورس هذا الدستور من طرف الفاعلين السياسيين؟ ما هي الأسئلة الملحة التي تفرضها المرحلة الآن والتي تتطلب في نظرنا صياغة لتفعيل الدستور أو مراجعته؟ هذه بعض القضايا التي ولا شك أن برنامج اللقاء سيتناولها بعمق وتبصر من خلال طبعا أعمال اللجان، راغبين من ذلك أن نخضع هذه التجربة لمكتسبات أو نخضع مكتسبات هذه التجربة وهفواتها كذلك بل أخطأها إلى محك التحليل الموضوعي بغية دائما في تصورنا إنضاج سبل العمل لترسيخ الديمقراطية ولصيانة كرامة الإنسان المغربي. هذا ما تنطلقه من خلال لقائنا هذا ومن خلال الحوار الذي سيجري بما بيننا إما في الجلسة العامة أو في اللجان بعد الاستماع إلى تدخل وتقديم وتحليل إخوة المدعوين سي محمد بوستا وسي محمد اليازغي، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة أيها الأخوات، أود في البداية أن أتوجه بالشكر للإخوة أعضاء مكتب مؤسسات عبد الرحيم بوعبيد على استضافتهم لي للمساهمة في هذه الندوة بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة فقيدنا العزيز وأخينا صديقنا الأخ عبد الرحيم رحمه الله. ومن حسن الصدف أن يقترن يوم إحياء هذه الذكرى بذكرى مهمة جدا في تاريخ المغرب
ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وأخونا عبد الرحيم من الموقعين عليها. ويقترن كذلك بتاريخ 11 يناير 1963، وهو التاريخ الذي قدم فيه الزعيم علا الفاسي رحمه الله وثيقة البرنامج الاقتصادي لحزب الاستقلال. ويقترن أخيرا هذا اليوم بتاريخ 11 يناير 1994، الذي كان هو الذكرى الخمسينية لمطالبة بالاستقلال، وهو تاريخ البيان من أجل الديمقراطية الذي قدمته الكتلة الديمقراطية، ومن الموقعين عليه أخونا سي محمد اليزغي. عندما اطلعت على موضوع الندوة الرامي إلى إبراز مغزى وأبعاد صريح المشترك بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 9 أكتوبر 1991، الذي كان لي شرف التوقيع عليه بجانب أخينا المرحوم عبد الرحيم، وعندما رأيت أن الإخوة ارتأوا أن تعقد هذه الندوة تحت عنوان مفهوم التعاقد لدى الحركة الوطنية بين الاستمرارية والتجديد، طلبت من الأخوين علي بوعبيد والعربي الجعيدي بعض التوضيح حول التعاقد وحول ما يعنونه بأطراف التعاقد، وفهمت من جوابهما أن الأمر يتعلق من جهة بالحركة الوطنية ومن جهة أخرى بالمؤسسة الملكية، بل طلبت منهم أن تضاف هذه الفقرة للعنوان ولكن لم تضف للأسف. تبادر إلى ذهني عدة أفكار، واستحضرت بالذاكرة عدة محطات مر منها هذا التعاقد، كما استحضرت بعض اللحظات التي عشتها مع الأخ عبد الرحيم رحمه الله والتي لها اتصال بالموضوع، وكذلك الظروف التي وضعت فيها مذكرة 9 أكتوبر 1991 وأبعادها ومغزاها كما كان رحمه الله يتصورها. تعاقد بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، رغم قصر الوقت الذي حدد لي لتناول هذا الموضوع الضخم، موضوع التعاقد بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية، والتعاقد في حالة مثل هذه لا يكون دائما مكتوبا أو موثقا، ولكن تعامل وممارسات ومواقف يتخذها هذا الجانب أو ذاك. رغم قصر الوقت كما قلت لا بد من الرجوع بعض الشيء للوراء والتعرض ولو باختصار شديد إلى رؤوس أقلام في هذا الموضوع. مباشرة بعد وفاة السلطان الحسن الأول وتنصيب السلطان مولاي عبد العزيز وتولي بأحمد أحمد بن موسى، وتدهور الأوضاع الداخلية وخصوصا مناوشات الاستعمار وتنافس الدول الأوروبية لوضع اليد على السيادة المغربية، وخصوصا بعد الهجومات الفرنسية على بعض نواحي المغرب من أطرافه الشاوية الناحية الشرقية وجدة وأكادير إلى آخره، تكرست المطالبة بالإصلاحات السياسية وبرزت بعض مشاريع الدساتير، وبلغ الأمر إلى مطالبة السلطان مولاي عبد الحفيظ بالالتزام علنيا بعدم التعامل مع الأجنبي للحفاظ على سيادة البلاد وأراضيها، وإدخال الإصلاحات على نظام المخزن وإصلاحات اقتصادية واجتماعية خصوصا الضرائب والجمرك. أبرم عقد الحماية يوم 30 مارس 1912. أثير الانتباه هنا إلى كلمة عقد الحماية. السلطان محط السيادة
وقراءة العقد تدلنا على أن حماية السلطان من طرف الدولة الحامية كان هو المحور الأساسي. وضعت حمايتها على الإدارة المغربية وباسم السلطان وبالتحايل مع بعض أعضاء المخزن، شرعت الإدارة الفرنسية في إصدار الضهائر وإصدار القوانين في كل الميادين التجاري والعقاري والجنائي، العقود والالتزامات إلى آخره، وكذلك تصدي لكل مقاومة ضد المستعمر باسم السلطان، محاربة كل من يقوم بعمل ضد المستعمر، بداية بالهبة بعد معركة سيدي بوعثمان طرف الجنرال مونجا، وقيل للهبة أنه كان يريد أن يكون هو السلطان، هكذا قدموا الفرنسويين الأمر باش يحاربوه وباش يتابعوه. وهذا الأسلوب سيتابع من بعد كما قيل لعلال الفاسي عام 1934 أنه هو اللي بغى يرجع السلطان، ولذلك كخص السلطان يكون منه على بال. كذلك تحالف مع الأسبان لمقاومة عبد الكريم الخطابي في الريف، ورغم ذلك دامت المقاومة المسلحة إلى 1934 في أي تعطى. في سنة 1930 يوم 16 مايو بالضبط صدر الظاهر البربري، وهنا يمكن أن نبدأ الكلام عن الحركة الوطنية بمعناها الحالي أو العصري. هنا أريد أن أثير الانتباه إلى عنصرين اثنين. أولا بداية تأسيس الحركة الوطنية وصغر سن مؤسسيها، ثانيا تحديد معالم سياسة الحماية ومقاومتها من طرف الحركة الوطنية الناشئة من أجل التعاقد مع المؤسسة الملكية بالذات. وهنا كما قلت رغم سنهم أدركوا مؤسسي الحركة الوطنية أن الفرنسيين يسعون إلى عزل السلطان عن كل حركة وطنية. علال الفاسي سنه 20 عام، بلافرج 20 عام، حاج عمر بن عبد الجليل كذلك، سي بالحسن الوزاني نفس السن، سي الهاشمي الفيلالي وسي عبد العزيز بن دريس، سي بوبكر القديري صغر من هذا الشيء كيظهر لي بكثير، والله عنده 13 و14 عام، سي عبد الرحيم بو عبيد صغر المهدي الله يرحمه كذلك، سي محمد اليزيدي 24 أو 25 أو 26 عام، وفقيه غازي نفس الشيء. علاش كنبال هاد القضية هادي ديال صغار سن هاد الناس؟ الإدراك اللي يدركوه في واحد الوقت معين أن هاد التعاقد فيه واحد الفائدة كبيرة، ماشي فقط للحفاظ على النظام الملكي، ولكن كذلك بالنسبة للبلاد وبالنسبة للمستقبل ديالها، لا من ناحية اقتصادية والاجتماعية والترابية والدينية إلى آخره، فيه واحد الفائدة كبيرة، لأنه في عقد الحماية هو محط السيادة ومعه التعامل، والفرنساويين كيتعاملوا معه. في 1930 كما قلت واحد الإنسان اللي كان في السن متقدم على هاد الناس اللي ذكرت، وهو الحاج بوبكر الصبيحي رحمه الله، الحاج بوبكر الصبيحي ياك حاج عبد اللطيف، عبد اللطيف الصبيحي، اكتشف قضية الظاهر البربري، ومن هنا افتضحت سياسة الحماية، بدأت القضية ديال معرفة المغاربة
أن الفرنسويين يسعون دائما في التشتيت بين العرب والبربر من جهة، بين السلطان والوطنيين، بين البادية والحاضرة، حتى يتمكنوا من البلاد. المس ماشي فقط من مقومات ديال البلاد، لا من ناحية الدين ولا من ناحية، ولكن كذلك من ناحية الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الصدد بدأ الاتصال بالسلطان، وهو في سن هؤلاء الذي ذكرت، لأن سيدي محمد بن يوسف خلق في 1910 وكان مالك في 1927، وبدأت الحرب مع الفرنساويين. التقرب من هذا السلطان محط السيادة كانت، وهذا الشيء طول شيء فيه بزاف، إقامة حفلات عيد العرش مثلا. كان الفرنساويين ضد هذه القضية باش ما يقربوا شيء الناس من السلطان. وقع القمع للوطنيين نظر المطالب اللي قدموا ونظر العمل ديالهم في هذا الشأن. وقع النفي ديال علال الفاسي باسم السلطان كذلك، لأنه كل هذه الأمور كيعملوها الفرنساويين وما غادين في هذا الباب باش يزيدوا يبعدوا شيء من شيء. إشراك الحرب العالمية 1940، طبعا بدأت اتصالات سرية وبعضها علنية، أساتذة اللي كقري ولي العهد واللي كقري الناس، لتهيئ وثيقة المطالبة بالاستقلال، مذاكرة مع السلطان، ووقع تحرير هذه الوثيقة، مهمة ومهمة جدا حتى في التعاقد بين الحركة الوطنية والملك من جميع النواحي، باش توضع السلطان في الموقع اللي كيخصو يكون فيه، والحركة الوطنية في الموقع اللي كيخص تكون فيها. وكانت المذاكرة والمشاورة معه، تحرير طبعا الإخوان اللي كانوا طالعين على هذا الشيء هما اللي حروها، واللي حرها هو الحاج عمر بن عبد الجليل رحمه الله، واللي انطق بكلمة الاستقلال الأول هو أحمد بلافريج رحمه الله، واللي شاركوا هما الشبان اللي كانوا في ذاك الوقت موجودين، وضمنهم كنظن عبد الرحيم بوعبيد قام بواحد الدور في وضع هذه الوثيقة. الوثيقة على كل حال كانت عنصر أساسي ومهم في التعاقد، وقراءتها تظهر بتجلي أن الكل سيعمل من أجل تحرير البلاد استقلال وإقامة نظام ديمقراطي ملكية دستورية. من الطبيعي أن تثير هذه الوثيقة المطالبة بالاستقلال غضب الفرنسيين، ولكنها تكون حد فاصلا بين عهدين. ونحن نحيي اليوم بهذه المناسبة الذكرى هذه الوثيقة المهمة. بدأ التعاقد بصفة جالية يظهر في كل الأعمال السياسية. تعاقب مقيمون عامون على المغرب، بيو ولابون وجوان وغيوم، وكانت دائما في كل حركة تنافس أو تفاعل بين الحركتين، بين العمل اللي كيقوموا به الفرنسويين وبين المقاومة اللي كتقاومهم الحركة الوطنية، وخصوصا والمالك في وسط هذه المعركة دائما. في خطاب طنجة أفريل 1947 أحداث الدار البيضاء التي سبقته، مجلس المقيم العام جوان في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية اللي كانت في ذاك الوقت، إلى أن وصلت أزمة 1951. وفي هذا الباب أرحم عبد الرحيم كان من العناصر اللي فاهمين هذا الوضع، لأنه كان كيساهم في تحرير مراسلات اللي كانت بين الفرنسويين وبين السلطان، خصوصا مع فانسان أوريول، نظرا للدور اللي قام به وهو كيمثل حزب استقلال
في فرنسا. وصلت أزمة 51 وتوضع واحد المشكل مهم ومهم جدا لكبرز فيها التعاقد، واش كلها الأطراف كتحترم التعاقد اللي عملت مع الطرف الآخر. طلب من السلطان أنه يتبرأ من حزب الاستقلال ويقول أنه حزب شيوعي. نذكروا أن الظرف اللي كان في ذاك الوقت كانت الحرب ضد الشيوعية، وكانت الحرب الباردة عاد بدات، وكان فرنسا إلى آخره، وكانوا الفرنساويين كيسعوا باش يبينوا للحلفاء ديالهم أنه هذه الحركة الوطنية هي حركة شيوعية شغاب إلى آخره، وكيطلبوا من السلطان يتبرأ من حزب الاستقلال في هذا الباب. هذا أرفض، قررت الإدارة الفرنسية أن تتخذ الفصل الحل الحاسم في هذه القضية، تبدأ بالقضاء على حزب استقلال ثم توصل إلى الملك. تعاقد بين هذه الحركة موجود، يطول الكلام، ولكن لابد أن نقول أنه بدء بحزب الاستقلال. جات الفرصة ديال 8 جانفي 1952، وكان القمع الشديد، كل القادة ألقي بهم في السجن، والمحاكمات عدد منهم هم يشرفون بوجودهم هنا للمس بسلامة الدولة الداخلي والخارجي، أتانت على سيورتي دو ليتا، بأمن الدولة. والمس بأمن الدولة هو الاعتداء طبعا على الملك، لأنه محط سيادة، في حين أن الملك في الطرف الآخر، واتصالهم بالخارج المس بسلامة الدولة الخارج. عبد الرحيم طبعا كان من الناس اللي كانوا في السجون من أجل هذه القضية. هذه المرحلة الأولى ديال حزب الاستقلال. المرحلة الثانية مباشرة من بعدها هي الضغط على الملك من طرف بشوات القياد، من طرف عدد ديال العناصر اللي كانوا في ذاك الوقت، من طرف هيئات العلماء أو الطرقيين إلى آخره، يوصل الملك يتبرى من حزب الاستقلال ويقول أن هذه الحركة الوطنية كتمس به وكتمس بالسيادة ديالو. صمد، ووصلت النفي ديالو في 20 غشت 1953. يتجلى تعاقد كذلك من الطرفين، صمود الملك والنفي ديالو، لأنه ما بغاش ما يحترمش التعاقد اللي عنده مع الحركة الوطنية. جلى كذلك التعاقد مرة أخرى بنداء القاهرة، نداء القاهرة اللي قام بعلل الفاسي نص ساعة أو ساعة بعد ما تنفى السلطان، واللي قال فيه أنه قامت فرنسا بالجريمة الكبرى وهي المس بالسيادة ديالنا في شخص السلطان، وأننا سلطاننا هو محمد الخامس، ولي عهده هو الحسن، وأننا لن نقبل أي شيء من غيرته. كل واحد كيقوم في ذاك التعاقد دياله والواجب اللي عليه. إخوان ديالنا اللي كانوا في السجن ومن داخل السجن كذلك كانوا كيخططوا لواحد الأعمال اللي كيخصها تكون قبل ما يتنفى السلطان بعد شهور، ومن بعد ما يتنفى طبعا، في الاتصالات اللي كيخصها تكون، في المظاهرات، في الاحتجاجات، في الرسائل، في الاتصالات مع الناس اللي كلهم كيكونوا في هذه القضية. هذه لا حاجة إلى التذكير بكل هذه الأمور اللي كانت تما، اللي كيهمنا ونعرفوا التعاقد اللي كان بالحركة الوطنية وهادشي. وأكثر من ذلك تفجرات المقاومة المسلحة اللي كان عندها واحد الدور حاسم وأساسي، وحتى هي جزء من ذاك التعاقد بين الملك وبين
الشعب المغربي وبين الحركة الوطنية. طبعا كان العمل الخارجي اتصال مع الملك في منفاه على طريق المحامين، على طريق إزار، وعلى طريق ناس أخرين. زيارة مدغشقر قام بها عبد الرحيم والحاج عمر باسم حزب الاستقلال وناس أخرين من هذا الباب هذا. وهناك ذلك لابد أن نقف ولو وقفة قصيرة لأنقل إليكم شهادة شخصية لحدثين عشتهما مع الأخ عبد الرحيم رحمه الله. يوم 11 جوان 1955، كان هو يوم الأحد، والسبت قبل منه في الساعة 12 الليل اغتيل دو ميغر دي بروي، واحد الإنسان عنده الاندوستريال غروز اندوستريال في الدار البيضاء، ولكن عنده دور مهم في فرنسا في الخصوص في المقاومة الفرنسوية، لأنه كان مع دوغول هو اللي دخل للجزائر لمدينة الجزائر العاصمة عندما جاء الجيش الأمريكي لديباركمان أمريكا في ألجي. كان هذا لوميغر دي بروي يلعب واحد الدور فيه مهم. اغتيل هذا الشخص يوم السبت 10 جوان في الليل من طرف اليد الحمراء الفرنسوية. ويوم الأحد كنت مع الأخ عبد الرحيم بوعبيد في فرنسا، كلمت الحزب وكنت أنا بجانبه، مشينا لعند مدام لوميغر دي بروي باش نعزيوها وبقينا معها إلى آخره. وكان رئيس الحكومة هو إدغار فور، بقى كيفتش علينا في النهار كله حتى الساعة الثانية أو الثالثة في العشية. خبرونا في المحل فين كنا ساكنين أنه رئيس الحكومة كيفتش عليكم، وقال ما تجيو شايد رئاسة الحكومة، تجيو المقر ديالو فين ساكن. مشينا لعندو قال هاد الشيء ما كخصناش نبقاو غاديين في هذه الحاله. دابا بداو الفرنساويين كيقتلوا بعضهم، هاد الشيء انتم اللي خلقتوا، ولذلك كخصنا بحلينا بما اعتبرها هو سر جوج الاسرار. قال اولا كنعرف انكم انتما حزب استقلال، كيقولوا بالوضوح تام هو اللي عنده اليد كبرى في تسيير ديال شؤون المغرب، وهو اللي عنده واحد الثقة من الناس من الشعب المغربي إلى آخره. وثانيا أن الناس اللي غادي يحكموا فرنسا في هاد 25 عام المقبلة، بهذا التعبير توت لا فون بوليتيك كي فا غوفيرني لا فرانس، كلهم راه عندهم يقين بأن لا مناص من استقلال افريقيا الشماليه بمجموعها. هذا رئيس الحكومه ديال فرنسا كيقول هذا الشيء في 1955 ضمن افريقيا الشماليه. طبعا كاينه الجزائر، هذا واحد الشيء عظيم. ولذلك واللي كيطلب من عبد الرحيم هو نشوف شنو هي الحلول، كيفاش فرنسا تحافظ على المصالح ديالها، وكيفاش المغرب كيخصو ينظم راسو من ناحية المؤسسات ومن ناحية التعامل وكذا وكذا. وكان جواب عبد الرحيم رجوع محمد الخامس المرة الأولى، مرة الثانية، ومرة الثالثة تقلق عندك كارفور. قال له اسمحني أنا ما كان أعتبر ما كنتش كان أسحبه أنتم فتيشيست بحال الأفارقة، ودابا السلطان وقت ما جاء وقت تكونوا أنتم ديروا به اللي بغيتم من بعد ما تجيو. عبد الرحيم كيعاود يجاوب أنه رجوع محمد الخامس. هذه كنقولها لانه عبد الرحيم فهم ان المحطه ديال السياده وان العمل اللي كيخصو يكون وان تعلق الشعب الوقت فاش كان في هذا الوقت الا ما كانش هذه القضيه ما كاين تمشي. القضيه الثانيه باختصار في هذا اللقاء، في هذا اللقاء علاش كنتكلم دابا، تقرر باش يكون اكس ليبان وباش يجي السلطان لفرنسا كمرحلة أولى. من بعد هذه القضية بشهر بشهر أو شهرين أو شي حاجة، كان مازال إدغار فور
كان خصو يضيف واحد القضيه اخرى ديال واحد الانسان شويه معكس في هذه العمليات، وهو ايميل روش. ايميل روش كان هو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا، وكان له دور اساسي لانه كان هو الشخصيه الثالثه في الدوله، ولكن معكس نظر المصالح اللي كانت. قال لنا إدغار فور، قال لعبد الرحيم هاد السيد راه لا بدك خصكم تشوفوه، انا غادي نهيئ واحد العشاء وغادي يكون فيها جاك ديوامال مدير الديوان ديالو، وانتوما بالاساليب ديالكم غتقنعوه باش تسهلوا علينا هذا الامر اللي كاين في هذا الشيء. حنا خارجين غادي نمشيو لعندو معطلين، وجات مكالمه تليفونيه من الرباط عند السي محمد اليزيدي الله يرحمه. قال هي قالوا دابا راه خرج بلاغ من عند القلاوي كيقول انه ما بقاش ضد الرجوع ديال محمد الخميس ولا كذا الى اخره. تلقائيا عبد الرحيم بواحد السرعه قال لي هذا اللي غادي عندهم ما بقيش غادي نطلبوا ليه رجوع السلطان لفرنسا، غادي نطلبوا رجوع السلطان الى العرش، ما عندنا لاش هذه المحطه. حيث عبد الرحيم دائما عنده واحد مبادرات اللي هي صعيب، عنده مواقف حاسمه في هذا الباب. رجع السلطان لفرنسا، وكان واحد الدور اساسي ثاني اخر عند عبد الرحيم رحمه الله دائما في اطار التعاقد. كل هالاخوان اللي كانوا تما القياده ديال حزب الاستقلال مع الملك في سان جيرمان ليلى اخره هذا، ولكن عبد الرحيم بصفه خاصه شارك في التحرير ديال البلاغ ديال لاسيل 5 ديال 6 نوفمبر، لانه كان كيتشاور مع محمد الخامس ثانويه، ولكن معه ومع الحاج عمر كانت واحد العلاقات في هذا الخط، بحيث هذه القضيه ديال التعاقدات راه كتكون في هذه الممارسات اكثر منها كتكون حاجه اخرى. جاء الاستقلال، جاء الاستقلال باختصار كل القوة اللي انهزمت حتى جاء الاستقلال ولات ضد الحركة الوطنية، وهذا شيء طبيعي. لا الفرنساويين اللي مواخدين في نفوسهم بالخصوص هادو اللي هنا إقامة العامة لآخره، ولا الناس الاخرين لا القياد ولا البشوات ولا أصحاب المصالح ولا كذا لآخره، اللي بدا كيشوفوا المصالح ديالهم غادي تهدد. طبعا كان بعض التصرفات الى اخره، ولكن حتى بالنسبه للملك نفسه، وهنا فين غادي تبدا المشاكل الكبرى، بايحاء وبعض المرات بالوضوح يقولوا له ان حزب الاستقلال توجور لا ميم ميثود غادي تستحوذ على الحكم وبغى يزوي حتى الملك الى اخره. دائما نفس الشيء، لدرجه انه في الوقت فاش بورقيبه قام بالعمل ديالو في تونس وزول البي، بدات كتوضع واحد الاسئله، واش الوطنيين في المغرب ما غادي شيء عملوا نفس الشيء، تخلق واحد الجو. وبغايه الاسف حتى في داخل الحركه الوطنيه في داخل حزب الاستقلال وقعت مناوشات بين الناس، ماشي على القضية النظام الملكي ولكن المسائل الأخرى اللي كانوا كيغديوها هاد العناصر اللي كتبغيها التفرقة دائما، حتى وصلنا ل 1959 ونجحوا باش يشتتوا الحركة الوطنية، سميناها انفصال ولا انتفاضة ولا كيف ما بغينا. المشكل هو نجحوا في تشتيت الحركة الوطنية، الحقيقة هي نجحوا فيها، وكنعتبر أن هذا ماشي فقط غلط سياسي ولكن خطأ كيف ما كانت المبررات. هذا اعتقادي، وكل يوم كيزيد لو كان زيد نعتبر أنه هذه كانت ضربة قاسية للحركة الوطنية. جات الحكومة ديال السي عبد الله إبراهيم، لكن مع ذلك ما تمش تجديد هذا التعاقد.
جات واحد الغلطة أخرى اسمحوا لي الإخوان تاعي غادي نقولها، ديال دستور 1962 بقاو الإخوان في الاتحاد رغم انفصال ما كانش اش كان سميتو داك الساعة واش الاتحاد الوطني ولا داك الفيدراسيون تاع حزب الاستقلال شي حاجة، جامعة بقى بدا كان سميتو الاتحاد الوطني مبارك مسعود. على كل حال المهم هو بقاو الاخوان مصرين على انه لا بد من لا كونستيتيونت، لا بد من المجلس اللي غادي يوضع الدستور، والله اعلم الله يعلم ان المجهود اللي بذل السي علال باش يقنع الناس في ذاك الوقت رغم الخصامات اللي كانت انه راه محتوى الدستور اهم من شكون اللي غادي يوضعه، واننا خصنا نخرجوا من لا دستور الى دستور كيفما كان مانح الدستور، يعني نخرجوا من واحد العك. على كل حال ما تمشي الاتفاق في ذاك الوقت وزاد داز طبعا غادي يدوز داز الدستور ديال 1962 وتمت انتخابات تشريعية. رغم كل هذا الشيء اللي وقع حاولوا الإخوان من هذا الجانب ومن هذا الجانب باش تكون واحد اللجنة، بواحد اللجنة مشتركة، واحد التواصل، واحد الاتفاق لخوض معركة الانتخابات التشريعية الأولى في المغرب 1963، وتكونت لجنة من جهة الاتحاد الوطني في ذاك الوقت أخ منصور الله يشافيه مع السي المهدي الله يرحمه، ومن جهة الحزب عبد ربه طار غلب، واجتمعنا عدة مرات بلاص دو بورغون دار السي عبد الكريم غلاب بالخارطة، ومحاولة الاتفاق من ذاك الوقت على المرشح المشترك من ذاك الوقت ما وصلناش لشي اتفاق فيما يتعلق بالمرشح المشترك، ولكن وصلنا لاتفاق انه افراغ المحل في بعض المحلات ما تكونش المواجهة بين حزب الاستقلال والاتحاد في بعض المحلات، ما نجحناش باش نديروها في كل المغرب، ولكن المهم هو محاولة ديال جمع هاد الشتات. جات المنتخبات انتخابات ديال البلدية قطعناها بزوج نظر لذاكشي اللي كان عامل، لأنه بدأ التسلط على بالخصوص على الاتحاد وقم إلى آخره، ولكن مع ذلك وفي داخل البرلمان ورغم هذه الظروف عاود وقع الاتصال وقع الاتفاق بين الفريقين ونجزوا واحد الشيء كبير لا حاجة إلى طويل في هذا الشيء معروف، تعاقد جديد حاول عبد الرحيم الله يرحمه يعملوا في 1965 منين بدات قبل اغتيال ديال السي المهدي لاستدراج الملك استدراج عبد الرحيم او عبد الرحيم استدراج الملك، وصلوا لواحد الحل باش تاكل الانتخابات تعاود وباش الى اخره باش تكون واحد الحاجه اللي هي معقوله ما تمشي. اللي وقع هو حاله الاستثناء، ولكن داك التقارب اللي كان كيسعى ليه عبد الرحيم واللي كان الملك كيشرح انه كيبغيه جهد بالاغتيال ديال سي المهدي الله يرحمه، لانه من ذاك الساعه عناصر مهمه في البلاد وعلى راسها افقير من ذاك الوقت اللي كيحاولوا باش كل تقارب ما بين الملك وما بين الحركه الوطنيه ينتهي. مرت هذه الامور كلها وصلنا ل 1970 وكانت محاوله اخرى بانشاء الكتله الوطنيه، وحاولنا باش تكون واحد العلاقات بغايه الاسف حتى هي جهدات لمسائل داخليه حجوب مولاي عبد الله وعبد الرحيم شي امور احنا ما عندنا لاش ندخلوا فيها، ولكن في نظري
والحقيقة كنظن هي هذه، أنه بهذيك العناصر اللي اشتغلت في 65 هي نفس العناصر اللي عودت جهدات ذاك اللقاء معي، وتبين ذاك شيء مباشرة سنة أو قل من سنة من بعد بالانقلابات اللي بدأت. انقلاب ديال الصخيرات 1971 جويي، والطائرة في 1972 باش يتقلب السلطان وباش نعملو شي حاجة ما الله أعلم بها. لذلك كانت نفس المحاولات في هذه القضية هذه. باختصار كبير وسمحوني إلا طولت في هذه القضية، وصلنا العام 1974 الشهادة كذلك لابد أن أديها، هي الوصية ديال علال الفاسي. كنت بجانب علال الفاسي في سفر ديالو، وكنا في رومانيا في بيكارست نهار 13 مايو 1974، وكنا في انتظار الذهاب الى شوسيسكو باش غادي نتكلموا معاه في المسائل اللي غادي نتكلموا معاه فيها. هادشي بعد النداء على قضية الصحراء الى اخره، وساعة قبل الوفاة ديالو انا معاه مع سي حفيظ القادري يذكره بخير، وكأنه يدلي لنا بوصية في نقطتين. النقطة الأولى كيقول راه بمجرد ما نرجعوا للبلاد، الله يهديكم لأن كنا معاكسين في واحد العدد ديال الأمور، كيخصنا ما نبقاوش بعاد من السلطان، لأنه كيخصنا نتلافى والانزلاقات نحو الديكتاتورية والحكم المطلق أكثر، وأن بعدنا منه تسبب في تنازلات كانت عاد توقعات المعاهدات ديال إفران وديال تلمسان فيما يتعلق بالأرض، وأنه كنا غادي نتسببوا في أكثر من هذا الشيء وأفضع منه، وهو البلاد ديالنا اللي كون نجحوا داك محاولة انقلاب غادي تسقط في واحد النظام ديكتاتوري عسكري اللي غادي تنوب منه حرب مدنية ما كنعرفوش العواقب ديالها. هذا النقطة الأولى، ولذلك كان مصر على أنه غير يدخل المغرب وكخصو نعملوها التقرب من السلطة. والوصية الثانية هي منين ندخلو راه كخصنا نجمعوا الشمل الحركة الوطنية رغم التصلب اللي كاين عندك الإخوان والبعض منهم وكذا وكذا، راه منين يتجمعوا الوطنيا غادي ينقذوا البلاد من هاد الكوارث كاملة، وما حدنا كنحاربوا بعضنا البعض، وحنا راحنا غادي في واحد الاتجاه اللي ماشي هو هذاك. بالفعل هذا ما قمت به شخصيا بمجرد ما رجعت للمغرب، وبمجرد ما تم الدفن ديال سي علا الله يرحمه، وجهنا بعد ما تذكرنا طويلا في اللجنة التنفيذية وجهنا رسالة مذكرة للملك فيما يتعلق بقضية الصحراء، واتصلت بعبد الرحيم الله يرحمه. اتصلنا مع السي عبد الرحيم وبدينا كنشوفوا شنو هي الامور. كان هذا في هذا الوقت هذا، بالاضافه لذلك قابلنا الملك حنا بزوج، اول مره قابلنا حنا بزوج باش طلعنا على البرنامج ديالو فيما يتعلق بقضيه الصحراء، وبالبرنامج اللي كان كيهيئ المسيره، ورانا خرائط ورانا المسائل اللي كيعمل، واستكتمنا حنا بزوج وأدينا يمين جديد بين يديه على سرية عمليات ديال الصحراء، وطلب منا وإدارة كل تعاقدات جديدة باش نساهموا في القضية ديال التعريف ديال قضية الصحراء وبتفسير ديالها، وهذا اللي كان السبب باش سي عبد الرحيم الله يرحمه من جملة الإخوان الآخرين اللي مشاو مشى لعدة دول، وكان مقنع دائما، وحضرت أنا وياه في لينونا لينييف أمم المتحدة إلى آخره. هذه بداية هذا التواصل،
ولكن لابد كذلك من واحد الملاحظة أخرى واسمحوا لي الإخواني اللي قلتها. كان عبد الرحيم الله يرحمه دائما عنده واحد تحفظ ما غاديش معايا بكله حقيقة، يعني قلتها له في الأخير لأنه ولا مع السلطان دائما غادي بواحد نوع ديال التحفظ، كان مشغول بالرأي ديال الإخوان ديالو اللي كانوا في الخارج، ما كيبغي شيء اللي في السجن وبالخصوص الرأي ديال مالي الخارج. حقيقة كان دائما عنده هاد النقطة، ما كيبغيش يجزم في كل شيء وبصفة تامة وكاملة إلا بعد ما يأخذ هذاك الرأي، وهذا من يعني أنا قدرته فيه. واحد الإنسان واخا كان بالنسبة لي كيتحفظ ما عندي منام، كان عنده وكنظن أن هذا هو السبب اللي جعلوه ما يشارك شيء في الحكومة ديال 77. بعد هذا كله طولنا ربما في التقاعد، اسمحني سي، كان مؤتمر حزب الاستقلال ديال مي 1989، وكان مؤتمر كذلك ديال الاتحاد الاشتراكي 1989. حنا كان في مي، وديال الاتحاد كان في سبتمبر. على كل حال اللي كان فيه اساسي في المؤتمرين وهو السؤال اللي وضع لي انا ذاك الساعه وزير الداخليه اللي كان باتصال مع السلطان بشيء من شويه ديال الغضب، اشنا هي التوصيه، معناها التوصيه اللي خرج بها المؤتمر ديالكم؟ حنا راه فرقنا المؤتمر في 6:30 ديال الصباح وهذا السؤال كيتوضع لي انا في جهه 11، معناه تعديل الدستور. التعديل الدستور اش بغيتوا فيه؟ وثانيا معناه هذا النداء لتوحيد الحركة الوطنية مع هاد الناس، وجاوبنا بالأدب، قلنا له الدستور راه بغينا غير يعني توازن بين الصلات ما بين التشريعي والتنفيذي، ماشي حاجة أخرى، احنا مع وفيما يتعلق بهذه القضية الأخرى توحيد الحركة الوطنية باش تكون كلها وراء سيدنا باش نخدموا البلاد كلنا وما نبقاوش مشتتين إلى آخره. كيدار لي لا نفس الشيء كان في المؤتمر ديال الاتحاد الاشتراكي، كانت هذه الفكره ديال توحيد الكلمه. هذا هكذا مشاهد التعاقد، وهكذا شفتو انا فيما يتعلق بالممارسات ديالو وبالدور اللي قام به عبد الرحيم الله يرحمه في هذه القضيه هذه، وقام به دائما بنبل رغم المشاكل اللي كيشوفها وما كيبغيش الملك يتصرف شي تصرفات وكذا، كان دائما كيشوف فيها بواحد العلو بواحد السمو للمصلحة ديال البلاد والمصلحة ديال كذا. ولذلك بقى هذا التعاقد اللي بين عبد الرحيم الله يرحمه، وكنظن انه بالاغلبيه ديال الاخوان، بقى دائما كيشوف المصلحة ديال البلاد والمصلحة ديال الوطن اكثر من اللي كيشوفوا المصلحة ديال الحزب ولا المصلحة ديال الحقيقيات. بعد ذلك أنا 89 وصلنا ل 91 وهو المذكرة ديال 9 أكتوبر 1991. باختصار كيظهر لي هذا الباب غادي يطرق ليه السي محمد اليازغي بالتحليل ديال هذه الأمور كلها، ولكن غادي تسمحوني ولو زدت بعض الدقائق نظري الوقت لا يمكن التطرق إلى مضمونها بالتفصيل ولا لأبعادها أو ما أنجز منها، ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط. هذه الوثيقة هي مذكرة مرفوعة الملك إلى جلالة الحسن الثاني رحمه الله من طرف حزبين، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهذا في حد ذاته حدث تاريخي مهم، هكذا تلقاها المواطنون وهكذا اعتبرها الملاحظون والمراقبون السياسيين، وهي تكون إطارا شموليا يتضمن بالتفصيل في بعض عناصره الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب من أجل توافق ضروري ولتأكيد تعاقد لإقامة وتكريس نظام ديمقراطي وإرساء مؤسساته وآلية العمل الرامي إلى تقدم المغرب وازدهاره، كل ذلك طبعا في إطار نظام الملكية الدستورية
وغاية الوثيقة هي توضيح هذا الوصف الثاني الدستوري. ملكية قائمة، ملك حاضر موجود، ملكية موجودة، ولكن دستورية هي اللي كخصها تشرح هاد الدستورية معناها كيفاش كخصها تكون. كنظن أن هذا هو اللي كان الدافع باش يكونوا بعض التفاصيل في ذاك الوثيقة، الوثيقة ديال 9 أكتوبر 1991. لذلك تضمنت المذكرة بعض النقاط يمكن أن تعتبر تفاصيل ولكنها أساسية للتعامل مع الواقع الذي كنا نعيشه. في الوثيقة في البداية كانت الأمة المغربية منذ أزيادة من 5 عقود قد جعلت من النظام الديمقراطي أحد أهدافها الأساسي التي سعت إليه، حيث اجتمعت إرادة الملك والشعب في التحام وثيق على الكفاح من أجل الحصول على الاستقلال وإقرار نظام ملكية دستوري. ما فيش كيضيف، ما نقراش كل شيء ولكن لابد من إشارة لبعض الشيء، ووعي لما أبانت عنه الممارسة الدستورية من قصور، بينما فتئ يعتري سير المؤسسات الدستورية مع أنها مطالبة بالاضطلاع بدورها كاملا، شأنها في ذلك شأن نظيرتها في الأقطار الديمقراطية. وطلبنا بالتغييرات طويل ولكن ما غاديش نتكرر لها كلها فيما يتعلق بالدستور، وأنا معك في الفكرة اللي تقدمتي بها، وحتى مولاي الحسن الله يرحمه كان كيقولها، مش كيقولها سياسة ولا كيقولها، كيقول أن الدستور ماشي واحد الحاجة جامدة ولا واحد الحاجة اللي كخص دائما يكون فيها، طبعا كيكون فيه غير الإصلاحات اللي بغينا ولكن كتكون فيه أمور أخرى. تغيير الدستور وذلك في اتجاه يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز دولة الحق والقانون وبناء مغرب قوي متقدم في نطاق صيانة المقومات الدينية للشعب المغربي المسلم وفي أفاق تشييد وحدة المغرب العربي. وكنذكروا أشناء الأمور كلها اللي خاصها تكون فيما يتعلق بالدستور، لا حاجة للتطويل، رجعوا لها الإخوان اللي كانوا، ولكن كيهمني نقول فيه أنه بعض الأمور كتبان تفاصيل. إصدار هذه المطلب 22 ولا 21، إصدار الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يوما بعد تصويت مجلس النواب عليه، يعني كنا كنذكروا التواريخ وتحدد الأجالات لأنه هذا هو فاشتهى المغرب، كل حاجة ما كتعملش كنبقاو غادين لأنه ما نصش عليها القانون. جعل الفترة التي يقع فيها انتخاب مجلس النواب الجديد بعد الحل تتراوح ما بين 40 يوم على الأقل و 60 يوم على الأكثر، كلها أمور يعني كتضبط. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى وبالخصوص بالحكومة وبالاختصاص ديال رئيس الحكومة وديال الوزير الأول، تضبطات المطالب بواحد الشكل اللي حقيقة كخصنا نبقاو دائما نسعاو اللي ما تنجزو في هذا التعديل تنجز في التعديل الآخر. بالخصوص فيما يتعلق بتسمية ديال الوزراء بالتعيين ديالهم، من بعد ما تكلم على هذا الشيء كيقول وحينئذ يشكل الوزير الأول الحكومة ويتقدم بلائحة أعضائها إلى جلالة الملك الذي يقوم بتعيينهم. يعني راه ما كيتعينوش الوزراء خارج القائمة اللي كيقدمها الوزير الأول أو كيتبدلوا بلا ما يسق الخبر الوزير الاول. هذه راه واحد المسائل اساسيه اللي كان خاصها تكون في الدستور واللي مازال خاصنا نسعاو عليها. اجتماع المجلس الوزاري بصفه منتظمه كل اسبوع، هذه راه المذكره اللي موقعنا مع السي عبد الرحيم. هذه راه امور راه ربما كتبان بسيطه ولكن هذه راه هي الامور الاساسيه اللي كخص الانسان يبقى كيتذكر بها. والتنصيص على امكانيات ترأس الوزير الاول المجلس الوزاري من طرف جلالة الملك هو يفوض له. المؤسسات، وغادي نختم هنا، من المؤسسات التي نرى ان ينص الدستور على احداثها ويحدد تركيبها ومهامها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاعلى للامن والدفاع، المجلس الاعلى للتربيه والتكوين،
المجلس الأعلى للإعلام إلى آخره إلى آخره. أول شيء في هذه القضية دي معلوم أن هذه المذكرة كان لها وقع جيد واستحسان من كافة فئات الشعب عند نشرها، ما عدا لدى بعض الأفراد من حاشية الملك، وهناك ذلك لا بد من شهادة بالنسبة لعبد الرحيم الله يرحمه عند زيارة السي أحمد رضا قديرة الله يرحمه في الوقت فاش كنا قررنا غادي نعملوا ندوة صحفية ونشروا فيها هذه المذكرة. هذه راه ما بين أكتوبر والوفاة ديال عبد الرحيم، هذا الشيء في نوفمبر أوائل نوفمبر. طلب من الناس السي أحمد قديرة بواحد الإلحاح نهار الحد في الزوج النهار انه لا بد يجي يشوفنا، وجا من مراكش شاف طائره خاصه وطلب منا باش نرجعوا هذيك الندوه ما تكونش حنا علنا عليها. شفت عبد الرحيم واحد القسم كان الموقف ديال واضح، منعونا ولا غادي نعقدوا هذيك، ما عندناش ثلاثه ديال الحلول، وكانت الندوه ودازت وعاودنا تصالحنا مع السلطان الى اخره. هذه كله كانت المواقف عبد الرحيم حاسمة في كل حقيقة. كان رحمه الله يعلم أن بعض المطالب في هذه المذكرة فيها إحراج ولكنها ضرورية لوضع البلاد في الطريق المستقيم، وكان يعلم كذلك أن إنجاز مضى منها يتطلب نفسا طويلا وإصرارا وصبرا كبيرا. توفي 3 أشهر بعد تقديم الوثيقة بالضبط، وثيقة 9 أكتوبر هو توفى نهار 9 يناير 92 الله يرحمه، ولم تمضي إلا أسابيع قليلة أسبوعين أو 3 حتى كتفنا اتصالاتنا بين الحزبين وبدأنا نجتمع مع الإخوة في الأحزاب الأخرى، الاتحاد الوطني الأخ عبد الله إبراهيم، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي سي محمد بن سعيد، تقدم والاشتراكية المرحوم علي عتا، لتحضير ميثاق الكتلة الديمقراطية التي سهر على إنشائها الأخ عبد الرحمن اليوسفي، والتي كان لإنشائها وقع الاستحسان الكبير وتلقتها جماهير شعبنا بحماس حيث فتحت أمامه أبواب الأمل للمستقبل. لا حاجة للتذكير بالانتكاسات التي نتجت عن تصرفات الإدارة بعملية الضغط والتزوير في انتخابات 92 و 97، وتجلى تخلي الأخ عبد الله إبراهيم عن الكتلة بتجميد مشاركته، ولكن لا يمكن أن ننكر أنها كانت منطلقا لعهد جديد جاءت بإصلاحات دستورية مهمة، ماشي كافية ولكن إصلاحات مهمة تعرض لها الأخ كلمة ديالو اللي قال، جاءت حكومة تناوب طبعا، ولم يكن من السهل طبعا أن يتم التغيير الجذري والشمولي وفي كل الميادين بين عشية وضحاها. هناك جو سياسي جديد يلمسه المواطنون في الداخل ويعترف به الرأي العام في الخارج، هناك توسيع كبير وملحوظ لفضاء الحريات، ولم يبقى هناك حاجز ولا عائق للتناول بالدرس والتحليل أي موضوع أو أي شأن من شؤون الحياة، حتى أصبحت الحرية في الأحيان إباحية ضررها أكثر من نفعها. ولكن فليسمح للإخوة في الحكومة ونحن في حزب الاستقلال كما عبر عن ذلك الأخ الأمين العام عباس الفاسي غير ما مرة وآخرها لدى أخينا عبد الرحمن اليوسفي قبل 3 أيام فقط وبمحضره، نحن في حزب الاستقلال ملتزمون تمام الالتزام بكل ما تقوم به الحكومة، ومصممون العزم على إنجاح تجربة وتتويجها بإرساء مؤسسات دستورية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا عبر انتخابات سليمة ونزيهة تخرج البلاد من مجموعة البلاد التي تفقد مصداقيتها
بانتخابات مغشوشة. فليسمح للإخوة أن أقول مع ذلك أنه وقع للناس بعض الإحباط، لا أقول يأس ولكن خيبة أمل، لعدم إدخال إصلاحات سياسية مهمة أساسية في المؤسسات الدستورية وإرساء آلية الدولة سواء بالنسبة للجهاز التنفيذي أو التشريعي، وخصوصا بعد الخطاب الأولى لجلالة الملك محمد السادس بعد اعتلائه العرش، والتي أراد أن يجعل منها توجيها وقاعدة للعمل في هذه المؤسسات والآليات لتسيير الشأن العام. ولكن لن أسمح لنفسي كذلك مع ذلك أن أدعي أن الأمر سهل نظرا لما آلت إليه الأحوال من فساد، خصوصا بعد تكتل العناصر المناهضة للإصلاح والتي تدافع عن مصالح خصوصا منها المكتسبة بغير صفة شرعية. وأخيرا، ونحن بصدد استحضار الروح النضالية لأخينا عبد الرحيم، وبصدد التذكير بمغزى وإبعاد المذكرة المشتركة بين حزبينا، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهما في الحقيقة شيء واحد، ونحن على أبواب استحقاقات أعتبر أنها مصيرية بالنسبة لحزبينا ولبلادنا. لا يسعني إلا أن أؤكد، وهذه قناعتي الراسخة، بأن توحيد الصف وإنجاز عمل مشترك بمرشح مشترك في الانتخابات هو السبيل الذي يجب أن نسلكه لوضع آليات تمكننا من تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي يجب أن يوضع بكل استعجال ليخرج البلاد من الصعوبات التي تتخبط فيها ويضعها في الموقع اللائق بها، وأن تكون بلادنا هي المحرك لإقامة المجموعة الضرورية التي يجب أن تنخرط فيها مغرب عربي أو مجموعة شمال إفريقيا لا يهم التسمية، والتي تمتد بين وادي السنغال ووادي النيل، وتتضمن السودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، للتعامل، ولا أقول لمواجهة، للتعامل بإيجابيات مع مجموعة أخرى أوروبية كانت أو أسيوية أو إفريقية، ولنأخذ العبرة مما يقع شمال البحر الأبيض المتوسط ونحن في جنوبه، ونحن على أبواب تحديات ورهانات كبيرة. وشكرا. شكرا سي محمد بستان، هذه المقاربة التاريخية لمفهوم التعاقد كتعامل كممارسة كما ذكرتم به، وكاحترام كذلك لمضمون هذا التعاقد بين الأطراف. ولمسنا في تدخلكم دائما تلك الروح الوطنية والديمقراطية الغيور على وطننا، وندائكم كذلك لتكثيف جهودنا من أجل أن تصلح العمل للبلاد في الرهانات المقبلة. سي محمد اليزغي لك الكلمة. اسمعنا سي محمد، قلت عليك بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أشدد على وقفة إشهاد وإكبار للمناضل الكبير أخ عبد الرحيم بوعبيد الذي نحيي ذكرى وفاته العاشرة اليوم، فقد جسم هذا الرجل
نضال الشعب المغربي من أجل الاستقلال ومن أجل الحريات والحقوق والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما أنه كان رجل مبادئ وقناعات في حياته العائلية وحياته الاجتماعية وحياته السياسية وفي نضاله. في الواقع بعد العرض الهام الذي ألقاه الأخ محمد بوستة والمقدمة الغنية للأخ العربي جعيدي، في الواقع لم يبقى لي الكثير ما أقوله، لكن هناك بعض النقاط أريد أن أوضحها وأرجع بكم إليها. اختيار هذا الموضوع، قضية التعاقد، مسألة أساسية في المغرب المعاصر، وربما بناء المغرب الحديث والدولة العصرية سيبقى على الأقل بالنسبة لعقد أو عقدين مقبلين في إطارها التعاقد الذي كما شرح ذلك الأخ حمد بوستة يعرف مدا وجزرا. لكن لابد من انطلاق كيف بدأ الأمر بهذا التعاقد. يجب أن لا ننسى أن لما السلطان مولاي حفيد أمضى معاهدة الحماية فسخ عمليا البيعة التي كانت في صيغة جديدة وتعاقد جديد بين المغاربة والسلطان، وبطبيعة الحال المغاربة آنذاك رفضوا النظام الجديد ورفضوا الحماية وساروا في مقاومة مسلحة للنظام الجديد دون أن تكون هذه المقاومة برئاسة سلطانهم، بل اعتبر المغاربة أن السلطان في تلك الفترة أصبح سلطان نصارى أجليد إن رومي، ولذلك لم يهتموا لا بالمالك الجديد الذي خلف المولى حفيظ أي السلطان مولى يوسف، ولا كذلك بمحمد بن يوسف لما وضعه الفرنسيون على رأس السلطة المغربية وعلى العرش المغربي. بطبيعة الحال انهزمنا كمغاربة أمام الاستعمار نظرا لجيوشه وسلاحه، وكوننا قاومنا مشتتين هذا الاستعمار. لكن التعاقد بدأ لما طرحت الحركة الوطنية مبادئ العمل في الميدان السياسي لمقاومة الاستعمار، واعتبرت أن سلطان البلاد يجب أن يكون كما عشنا في تاريخنا الطويل، أن يكون ضمن معركة حماية الوطن والوصول إلى استقلاله. لذلك أول فكرة للتعاقد هي أن الحركة الوطنية هي التي أطلقت اسم الملك على سلطان المغرب، أما المغرب لم يعرف ملوك، عرف سلاطين، والمغاربة اختاروا لفظة السلطان لتمييزه عن الخليفة الذي كان هو الخليفة العثماني في إسطنبول، ولأن السلطان معناه أنه المغرب لا يعمل على بناء الأمبراطورية الإسلامية بل يقتصر على الوطن على المغرب وفي استقلال عن الخلافة. لذلك الحركة الوطنية هي التي في هذا التعاقد وهذه بداية هذا التعاقد أعطت لفظة الملك لسلطان المغرب، وبالتالي بدأ ذلك التعاقد في الأربعينات على أساس العمل من أجل استقلال المغرب.
وإذا كانت هناك من ميزة للمرحوم محمد الخامس هو أنه انخرط عكس ما كان يأمل الاستعماريون، انخرط في العمل من أجل استقلال المغرب، وبذلك الملكية المغربية هي من بين الملكيات العديدة التي عرفها العالم الإسلامي والعربي والإفريقي التي واجهت المستعمرين. بطبيعة الحال هذا التعاقد أخذ أشكالا عدة شرحها الأخ محمد مستا ولا داعي للرجوع إلى بعض التفاصيل، لكن لابد من إبراز شيء أساسي هو عقد بيان المطالبة بالاستقلال الذي صيغت مشاريع متعددة متعلقة كذلك ببناء الدولة الديمقراطية. لذلك ولو أن الصيغة جاءت صيغة خفيفة في النص النهائي إلا أنه مطلب الاستقلال كان مطلب الاستقلال والديمقراطية بموافقة الملك، وبطبيعة الحال هذا نوع من الالتزام من طرفه. ولما نفي محمد الخامس ووضع الفرنسيون على رأس على العرش المغربي سيدي محمد بن عرفة وبايعه العلماء، أغلبية العلماء بايع، والقواد والقوات التي كانت لها السلطة في البلد، وبطبيعة الحال ليس غريب هو على العائلة المالكة. مولاي عرفة هو الشقيق الحسن الأول، لكن الحركة الوطنية لم تعتبر هذه البيعة أنها تدخل في إطار التعاقد التي لها مع المؤسسة الملكية، وبذلك رفض بن عرفة ولم يعترف به، تعترف به الحركة الوطنية ولم تعتبر أن البيعة كاملة وأن ما سطره العلماء كيفما كانت الظروف التي وصل بها الاستعمار لهذه المرحلة، التعاقد بقي مع محمد الخامس لأنه ملتزم بالنضال من أجل الاستقلال، ولأنه ملتزم ببناء الدولة العصرية الديمقراطية. بطبيعة الحال لما جاء الاستقلال، وهنا وضح أخي بوستا كثير من التعقيدات نظرا للقوة التي لا تريد هذا التعاقد، لأن هناك فئتين لا تريدها التعاقد: الفئة التي لا تريد دمقراطة المغرب وهذه ترفض، وفئة أخرى موجودة، حساسية موجودة عندنا في الرأي العام المغربي، وهي الفئة التي تعتبر أن يمكن للإنسان أن ينطلق من الصفر لبناء الدولة العصرية ولبناء. هذه فئات لا تريد التعاقد وتحاربه بشتى الأشكال، ذلك أن طبيعة الحال دخلت القضية في تعثر. ولو أنه في بداية الاستقلال في سنة 56 وقع تعاقد كذلك معنوي، أن التعاقد لم يحصل كتابة في أي مرة من المرات، كان دائما تعاقد معنوي، وعند المغاربة التعاقد المعنوي له أهمية كبرى في تاريخنا الطويل. كان تعاقد بين محمد الخامس والحركة الوطنية لبناء دولة عصرية ديمقراطية ودستورية، لكن بدأ التعثر. أولا لأن الحركة الوطنية اعتبرت على أنه لا بد من إبراز تحرر المغرب من الاستعمار، ولا بد من تصفية الاستعمار، ولذلك وأنا أعتقد خطأت لم تطرح قضية الانتخابات في وقتها، ولم تطرح قضية الدستور في وقتها. قضية الدستور كان يمكن أن تفصل فيها عند بداية الاستقلال، صحيح أن الموقف كان صحيحا لما طرح إدغار فور على، وبالطبع هذه التجربة
كان محمد الخامس رحمه الله عازم على إيقافها وإنهائها، وأخبر عن طريق السي محمد عواد آنذاك قيادة الاتحاد الوطني والشعبية، وأنا هنا أفتح قوس لأعتبر على أنه قيام الاتحاد الوطني ليس خطأ، بالعكس أعطى نفسا جديدا لشعبنا، مكن حزب الاستقلال من تنظيم نفسه وتنظيم فئات واسعة من الشعب المغربي، لكن فتح المجال لأجيال أخرى بالنسبة للاتحاد الوطني، وبذلك في الحركة الوطنية ولو أنها ظهرت انقسمت ففي الواقع هي فتحت مرحلة جديدة للعمل السياسي ولنضال السياسي ولبناء الدولة الحديثة. كان محمد الخامس إذن على أبواب إنهاء هذه التجربة وهي لا زالت في مرحلتها الأولى، وأخبر السي محمد عواد الذي اتصل بقيادة الاتحاد الوطني يخبر فيها أنه هو عازم على وضع حد لهذه التجربة، لأنه يريد أن يرجع إلى تطبيق الميثاق في صيغة متوازنة وليست في الصيغة التي دخل فيها المغرب بقيام الملك بدور رئيس الحكومة. لكن محمد الخامس توفي، وبطبيعة الحال صعد الأمير مولاي الحسن إلى العرش وأصبح الملك الحسن الثاني، وهنا أخذ مبادرة بعد اعتلائه العرش وأراد أن يشكل حكومة وحدة وطنية، لكن دون أفق ودون برامج محددة، فامتنع الاتحاد الوطني والشعبية بالمشاركة في هذه الحكومة، وقدم للملك مذكرة 13 مارس 1961، سأقرأ عليكم خاتمتها هي مهمة، ونحن نؤكد بكل صراحة أن فكرة الاستمرار التي تسود كل نظام ملكي تتنافى كل المنافات مع ممارسة الحكم مباشرة من طرف جلالة الملك، وأن عواقبها خطيرة بالنسبة إلى استقرار البلاد، وأن من يقول بهذا الأسلوب في الحكم المباشر إنما يريد أن لا يتحمل مسؤولية منصبه أمام رئيس الدولة وأمام الرأي العام المغربي. هذا وإن الاتحاد الوطني والقوى الشعبية يرى في ثورة الملك والشعب أي التعاقد التي كانت نقطة انطلاق تاريخي في تحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية ميثاقا حيا مستمرا يتلخص مدلوله في الثقة الكاملة المتبادلة بين الملك والشعب، والثقة في تاريخ الشعوب لا تأتي من أسفل إلى الأعلى فقط، ولكنها يجب في ظروف معينة أن تأتي من الأعلى إلى الأسفل حتى يتم التجاوب الحقيقي الصادق، ولا طريقة لذلك إلا بتنظيم انتخابات حرة عامة تخرج البلاد من الخلط والغموض وتمنحها مؤسسات حرة تكون الضمان الحقيقي للاستقرار والنظام. بطبيعة الحال آنذاك كما تعرفون اختار الحسن الثاني رحمه الله تكتيف سلطة الإكراه، وطبيعة الحال واستعمل أسلوب لا ديمقراطي والاعتماد على الاضطهاد وفي مرحلة لاحقة على التزوير. لذلك هذه هي انتكاسة لذلك التعاقد الذي كان موجودا بين المؤسسة الملكية، وبطبيعة الحال هذا الاختيار أدى إلى ما أدى إليه، أدى أولا إلى بروز عناصر أرادت القضاء على النظام الملكي نفسه من داخل المؤسسات ومن داخل العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها الحسن الثاني رحمه الله.
ثم ثانيا أدخلت المغرب في منزلق خطير، لا في الميدان الاقتصادي ولا في الميدان الاجتماعي ولا في الميدان السياسي، كان يمكن أن يؤدي إلى وضعية مشابهة لما تعرفه بعض الأقطار، منها التي في جوارنا ومنها التي بعيدة عنا. وهنا جاءت المبادرة التي ذكر بها أخي محمد بوستة، وهي المذكرة المشتركة لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لمالك، وهي متعلقة كما شرح ذلك بالإصلاحات الدستورية، حيث تقول: فإننا نعتقد مخلصين في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه إلى جانب قضية الوحدة الترابية للبلاد التي يتوحد حولها الشعب المغربي صفا واحدا خلف عاهله، فإن في مقدمة قضايا الأساس التي يرتبط بها مستقبل البلاد وتنعكس على حاضرها ما يتعلق بتحقيق إرادة الملك والشعب في ترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية. وبطبيعة الحال كما شرح ذلك أخي محمد مستا، هناك أولا تغيير الدستور بعدد النقاط الأساسية، إقرار حق مجلس النواب في تشكيل لجان البحث والتقصي، تشكيل لجان المراقبة، إقرار حق النواب في استجواب الوزير الأول، إقرار حق النواب في التقدم بالأسئلة الآنية المتعلقة بقضايا الساعة، ثم ضمان حقوق الأقلية داخل مجلس النواب. وفي الميدان التشريعي نقاط أساسية: توسيع المجال التشريعي، النظام الانتخابي لمجلس النواب، المجالس الجماعية، عرض جميع المشاريع المعاهدات على مجلس النواب، إلى غير ذلك، إلى مسألة ديال تركيب المجلس بانتخاب كل أعضائه بالاقتراع المباشر عكس ما كان موجودا في الدستور السابق، ثم مسألة الحكومة، خصوصا مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب بربط تقديم الوزير الأول المعين من جلالة الملك للبرنامج الحكومي أمام المجلس بتصويت عليه وحصولها على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. هذا اقتراح أساسي، لأنه في الدستور السابق المسؤولية الحكومة الوزير الأول هي مسؤولية أمام الملك فقط. يمكن لمجلس النواب أن يتقدم بملتمس رقابة ويسقط الحكومة، لكنه لا يصادق عليها، لا على تركيبها ولا على برنامجها. فكانت الحكومة تقتصر على تقديم برنامجها لمجلس النواب وتكون مناقشة، لكن لا يعقب ذلك تصويت، وبالتالي كانت الحكومة فقط مسؤولة أمام الملك. ثم بطبيعة الحال إصلاحات أخرى ذكر عدد منها أخي محمد بوستة. بطبيعة الحال هذه المذكرة فتحت من المحقق مرحلة جديدة في تاريخ المغرب. بالطبع تابعتها مذكرة ثانية في يونيو 92 للكتلة الديمقراطية، وأخذ المبادرة بناء على هذه المذكرة الحسن الثاني رحمه الله، وقدمت تعديلات على الدستور سنة 92. اعتبرناها في الحركة الوطنية في الأحزاب الديمقراطية خصوصا عند حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي أنها غير كافية، لذلك لم ندعو إلى التصويت بنعم عليها، رغم أنه كانت لنا قناعة على الأقل في القيادة أن ربما هذه خطوة متقدمة وربما من الأفضل أن ندعو إلى التصويت بنعم. لكن بالنسبة لحزبنا فاللجنة المركزية التي هي الهيئة المقررة منعت هذا الموقف، واعتبرنا على أنه ليس من واجبنا في هذه المرحلة أن ندعو الشعب المغربي إلى التصويت بنعم على هذا الدستور. وأنا ذاك بطبيعة الحال بعد هذا التعديل 92 طرحت مشكلة انتخابات جديدة، وبالفعل قدمنا مرشح مشترك سنة 93، وبالفعل حقق الحزبان
نتائج مهمة، رغم تدخل الإدارة ورغم التزوير ورغم استعمال المال، وهذا مع الأسف ما لن نستطيع القيام به سنة 97، نظرا لكون بالنسبة للاتحاد الشراكي كنا نطرح أن يكون المرشح المشترك في البلديات والجماعات القروية. وبطبيعة الحال كثير من إخواتنا في قيادة حزب الاستقلال لم يقبلوا أن نقدم مرشحين مشتركين، وهذا هو الذي من الأسباب التي عرقلت أن نصل إلى المرشح المشترك لما تعلق الأمر بالغرف بالغرفة الثانية للمستشارين، وكذلك بالانتخابات المباشرة لمجلس النواب. لكن رغم ذلك فكرة التناوب التي انطلقت من هذه المذكرة بدأ الحسن الثاني رحمه الله مشوار في سنة 93 بطلب الكتلة الديمقراطية، أحزاب الكتلة الديمقراطية، أن تشارك في الحكومة على أساس أن يكون هو يختار الوزير الأول من خارج الكتلة وأربعة وزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، أربعة في الجميع. لا ما قرش الأرقام، لا أربعة بالوزير الأول، أنا متذكر أعتقد، على أساس أنه الملك سيضمن أغلبية داخل المجلس آنذاك 93 لمدة 3 سنوات إن لم يكن ل6 سنوات. ورفضنا في أحزابنا أولا أن لا يكون الوزير الأول من أحزاب الكتلة، وأن يعين الملك في الوزارة الأخرى التي تسميها الصحافة وبعض المحللين وزارات السيادة، في حين أن الدستور المغربي لا ينص على وزارات السيادة. هناك مجلس وزاري يترأسه الملك، وكل وزراء هم وزراء السيادة يحاسبون أمام الملك وأمام مجلس النواب، لأن اعتبرنا على أنه إذا دخلنا تجربة كهذه، أي أن الملك هو الذي سيضمن نأفة، سيكون تفسير للدستور له مخاطره، أي أننا سنرجع للصيغة عمليا التي كانت في سنة 60، أي أن عمليا الملك هو رئيس الحكومة. لكن لم ينقطع الحوار، يذكر ذلك الأخ محمد وستا، واستنف الحوار في سنة 94، فقبل الملك أن يكون الوزير الأول من أحزاب الكتلة، وقبل بطبيعة الحال أن هذا الوزير الأول يعين في كل الوزارات، يقترح في كل الوزارات ما عدا وزارة الداخلية التي كان حريص على أن يحتفظ بها بوزير الدولة السابق في هذا المنصب. وبطبيعة الحال وصل الأمر إلى أن عين الأستاذ محمد مستا، لأنه طلب منا مرشحين، فقدمنا له القيادات الحزبية لأحزابنا في حزب الاستقلال والاتحاد الشراكي ومنظمة العمل، ليختار أي واحد من هذه القيادات يكون. فأخبر عن طريق مدير ديوانه المرحوم أحمد الرضا بديرة بأنه الملك قد اختاره الأول، لكن وقع اتصال فيما بعد للتأكد هل لازلنا نرفض إدريس البصري في وزارة الداخلية. فأكدنا أننا لا نقبل أن يكون وزير الدولة آنذاك أن يستمر في إطار حكومة التناوب. فحرر الديوان الملكي بيانا بعثه لنا على أساس أنه لن ينشر إلا بعد أن نعطي رأينا فيه، وبطبيعة الحال كانت فيه أشياء خطيرة، مقدسات حيث، فاتصلت بعد تشاور مع إخواني
سي محمد الشتاو سي محمد السعيد تصلت به سي محمد رضا بيروك لودي هذا هذا بيان خطير لا يمكن. هناك دستور وهناك مؤسسات ولا يمكن أن تصبح وزارة الداخلية مقدسة في نظامنا السياسي. وقلت له لابد أن تحاول أن تراجع الملك حسن الثاني حتى يزيل هذه الفقرة. فقال لي يستحيل علي أن أقنعه بإزالة هذه الفقرة. وصدر البيان وكان لنا موقف حيث أن صادف ذلك 11 نوفمبر 11 يناير 95 وبالتالي أعلننا الموقف ولكن لم ينقطع الحوار. ورجع الملك الحسن الثاني إلى المذكرة مذكرتنا المشتركة المذكرة لطرح تعديلات دستورية جديدة سنة 96. وهذه بطبيعة الحال اعتبرنا على أنها متقدمة وأنها تستجيب لبعض المطالب رغم تخوفنا وتحفظنا على قيام غرفة ثانية بالشكل وبالسلطات التي أعطيت لها. لكن نادينا على الشعب المغربي لصوت بنعم وبذلك دخل التعاقد في صيغة جديدة بين الحركة الوطنية بين الأحزاب الديمقراطية والمؤسسة الملكية إلى أن أدى الأمر إلى حكومة التناوب التي هي كذلك استجابة لرغبة ملكية حيث أن الملك الحسن الثاني يشعر على أنه هناك انزلاق لبلادنا نحو الهاوية ميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأنه إذا وصل إلى هذه الهاوية في المحقق على أنه استطيع لا هو ولا التنظيمات السياسية أن يصلوا إلى حل من الحلول وأن ذلك يمكن أن يدخل المغرب في دوامة العنف ودوامة حرب أهلية لا يمكن لأحد أن يخرج منها منتصرا. وبالنسبة للأحزاب الديمقراطية اعتبرت على أنها لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها في هذه الظرف رغم ما شاب الانتخابات من طبيعة الحال من خروقات وتدخل المال وتزوير من طرف الإدارة. لكن اعتبرنا على أنه لا يمكن أن نبقي المغرب في الموقف الذي كان فيه ونترك الأشياء والتطورات تسير إلى في اتجاه غير ناجح. لذلك تحملت الحزب الديمقراطية مسؤوليتها وقبلت أن تشكل حكومة التناوب رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات ورغم النقاش الذي كان يجري داخل أحزابنا وعند الرأي العام. وإني اليوم لا أسجل بارتياح ما قاله أخي حمد بوستة حول موقف حزب استقلال من تحمله لكامل مسؤولياته في العمل الحكومي وأنه لا بد للعمل على إنجاح هذه التجربة وهذه المرحلة وأن نسير جميعا كقوة ديمقراطية نحو الاستحقاقات المقبلة التي لا شك ستكون محطة أساسية. هذه المحطة الآن التي حولها حرب لا تتصوروا مداها فهناك بطبيعة الحال من يريد فسخ ذلك التعاقد بالدعوة إلى تأجيل الانتخابات وبالدعوة إلى أنه لا يحتاج المغرب إلى حكومة سياسية بل فقط إلى حكومة تقنقراط لأنه الأفق واضح والملك متحمل مسؤوليته وإذا كان هو يشتغل في الحكومة لا تشتغل إلى غير ذلك من أسباب التي تدفع في اتجاه أن يرجع المغرب إلى الوراء ويدخل في مرحلة استثنائية لا يمكن أن تعلن عن نفسها بصراحة كما وقع في سنة 65. فهذا يقتضي بطبيعة الحال
على القوات الديمقراطية وعلى كل تخدمين وكل الذين يريدون الإصلاح والتغيير التعبئة لإنجاح هذه المرحلة، لأن لا يخفى عليكم أن ما بعد انتخابات شتنبر 2002 سيكون وضعا مغايرا مغايرا تماما، وبالتالي الكثيرون يخشون من هذه الاستحقاقات، لذلك يحاولون إجهاضها في هذه المرحلة. بالطبع نحن لنا قناعة أن الأحزاب الديمقراطية بطبيعة الحال ستحرص على أن تخطو بلادنا خطوات جديدة في ميدان ديمقراطة الدولة وديمقراطة المجتمع. وبالطبع كل من يدعي أن الحكومة لا تشتغل والملك يشتغل فهم في الحقيقة يسيئون للملك ويسيئون للمغرب. فالملك التزم التزامات واضحة، لا في خطاب العرش الأول في 30 يوليو 1999 ولا في الخطاب التي جاءت من بعد، التزم التزامات بقضايا واختيارات هي التي ناضلنا من أجلها منذ 40 سنة في أحزاب الديمقراطية وأحزاب الحركة الوطنية. صحيح يبقى كيف تلك الالتزامات تمارس في أرض الواقع، كيف العلاقات، كيف الميكانيزمات لفصل السلطات لجعل كل واحد الدستور واضح كل وضوح، ولو أنه نحن نعتبر أنه لم يكن يطبق في الماضي بل هو أصبح يطبق شيئا في شيئا، لذلك لا يمكن الحكم على هذه المرحلة إلا ليلة الانتخابات. آنذاك لابد أن نقوم بتقييم حول كيف يطبق الدستور الآن، وما هي الميكانيزمات التي يسير عليها الآن في هذه المرحلة. لكن يمكن أن أقول أن كل القرارات التي أعلن عنها كلها هيئت في الحكومة. مثلا الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك للوزير الأول أول أمس حول المركز الجهوي للاستثمار، هذا اشتغلنا فيه منذ 2 سنين. وبطبيعة الحال أعطى دفع جلالة الملك بالاهتمام بالموضوع وأراد أن يكون لهذا الموقف لهذا القرار صدى كبيرا لتحريك الإدارة. لكن ما حصل هو يمكن أن أقول أنه ثورة أساسية بالنسبة لوزارة الداخلية، أن العمال والولاة اليوم سيكون لهم اتصال مباشر مع الوزراء، لأنه من يبعث لك بالتفويض يبقى أنه لا بد أن يحاسبك على ذلك التفويض. فالآن نحن نعد مراسم وقرارات التفويض، وبالتالي يدخل المغرب في مرحلة جديدة. هذا شيء يتطلب شيئا من الوقت، لا تعتقدوا على أنه المركز الجهوي سيفتح غدا. المركز المتعلق بالإنشاءات الجديدة للمقاولات هذا ربما سيفتح قريبا، لكن بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمارات فهذا سيتطلب من الدولة هذه التفويضات، وكذلك قيام أجهزة ومؤسسات وأشخاص من مستوى رفيع، وكذلك يعني يحتم ناحية البناية لاستقبال المستثمرين أن تكون في مستوى عصرنا وفي مستوى ما يريده المغرب من تقدم ومن تطور. فأعتقد هذه صيغ جديدة لذلك التعاقد الذي سيحكم المغرب ربما لجيل أو جيلين بعدنا. وشكرا والسلام عليكم.
شكرا سي محمد على هذا التدخل الصريح في تناولكم للمحطات المختلفة للتعاقد السياسي بلادنا، وكذلك هذه الجرأة في تقييمكم للوضع الراهن وما يتطلبه من مواقف ومن رؤية جريئة كذلك في معالجة الأوضاع. سنقف استراحة ل15 دقيقة وسنستأنف أشغالنا من خلال عمل لجان، اللجنة المتعلقة بإشكالية حقوق الإنسان والتي ستعقد أشغالها في الطابق السفلي، ولجنة الإشكالية الدستورية التي تجتمع في هذه القاعة ابتداء من 15 دقيقة، على أساس أننا سنلتقي في الجلسة الختامية على الساعة 7 مساء. شكرا لكم. السبعة. نفتتح هذه الورشة المخصصة لمسألة الإصلاح الدستوري، والتي سوف يشارك فيها مجموعة من الفعاليات، خاصة الإخوة الأتية تسمعون سيد نجيب بن محمد، سيد مولانا الخليفة، سيد نبيل بن عبد الله، الأخ علي الكريمي، الأخ محمد الحبيب الطالب تيها أنه غائب، سيد محمد الساسي، سيد دريس الشجاك، سيد حمد الحجني، وسيد حمد الحارثي. إذا سمحتم فسوف أفتتح هذه المناقشة عن طريق مقدمة بسيطة، ثم كذلك باتفاق مع الإخوة المساهمين سوف أعطي الكلمة لكل واحد منهم في حدود زمنية ضيقة، حدود 5 إلى 7 دقائق للواحد، على أساس أننا نترجى منهم كذلك أن يركزوا بالدرجة الأولى على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي هنا تقييم مكتسبات ونواقص إصلاح الدستور على ضوء التجربة السياسية الحالية، والنقطة الثانية تصورات حول أفق التفعيل أو إصلاح الدستور الحالي. لربما هذه الجلسة ستمر بطريقة غير عادية من حيث أن جزء كبير منها سوف يخصص للتصريحات، ولن يبقى إلا جزء قليل للتفاعل والمناقشة والأخذ والرد ما بين العناصر المساهمة فيها وما بين خاصة الحضور الكريم. إذن إذا سمحتم أريد أن في بداية هذه الجلسة التعاقد، باعتبار أن مسألة التعاقد لعبت دور أساسي في تاريخ المغرب ولعبت دور أساسي في تاريخ العديد من الشعوب. اسمحوا لي أن أذكر تقريبا بعض هذه الشعوب التي
عرف التعاقد بين فعاليات المجتمع السياسي من جهة وما بين قيادات حاكمة حقوق المدنية، كما أن خطة العمل للحكومة من أجل إدماج المرأة في التنمية لم تعرف إلى حد الآن أي نتائج ملموسة على المستوى الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. ظلت التزامات الحكومة دون تتبع ولم تترجم بعد إلى سياسة ثقافية في ميدان التربية والتعليم والثقافة. على مستوى حقوق الطفل، لاحظت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنه ظل هناك خصص فادح في هذا المجال، خاصة في مجال حماية حقوق الطفل، بالرغم من بعض المحاولات الباهظة التي لم تصل إلى عمق الإشكالية، شيء الذي جعل بعض القضايا تطفو بحدة مثل تشغيل الأطفال دون السن القانوني ووضعية الخادمات بالبيوت. بالرغم من تصديق المغرب على اتفاقيتين 132 و180 صادرتين عن منظمة العمل الدولية والبروتوكول الخاص بهما، فظلت هذه الاتفاقيتين غير سارية للفعول في المغرب. كما أن تمدرس الأطفال لا زال يعرف خصصا، إذ أن السن المحدد القانوني إجبار لإجبارية التعليم هو سن 14 سنة، فإن عدد كبير من الأطفال خاصة الأطفال المتواجدين في البوادي لا يعرفون طريقهم إلى التعليم بسبب صعوبات التنقل وضعف الخدمات وكذلك الحوافز المشجعة على التعليم. أما الأطفال في وضعية صعبة وهذه عقل، فالنسب التي تتوقع عليها المنظمة تؤكد على أنه 3% يوجدون في الشارع، هذا رقم مهم. كذلك أن هناك نسبة 20% من بين 50,000 طفلة هم خادمات في توصلنا من خلال علاقتنا مع مرسي الوطني لحقوق الطفل والتي تعمل في الميدان وتخصص في الموضوع. وبعد صمت طويل بدأ الحديث عن موضوع سوء معاملة الأطفال واستغلالهم جنسيا. فهذا الموضوع كذلك أصبح يطفو بالتحريات والعمل التي تقوم به نادرة في بعض الحالات القليلة جدا. وأخيرا وعلى مستوى في الاختباء القسري، فبالرغم من التطورات الإيجابية التي عرضتها وضعية حقوق الإنسان، فإن هذا الملف لم يعرف إلا بهذه الخطوط، وبهذا الخطوط تسجل المنظمة بارتياح يعني التطور الإيجابي الذي تم من خلال تبادل الرأي والإرادة وتلاقي الإرادة في ثلاث جمعيات معروفة السياسة المتحدة والسياسة في إلى أي حد يمكن أن نعتبر أن التعاقد الذي حدث في نهاية التسعينات كان معتمداً على اعتبارات تكتيكية على اعتبارات ظرفية، أم هل هو بالفعل له أسس استراتيجية تضمن له الاستمرارية؟ يا أيها الإخوة، هذه فقط بعض تساؤلات كبيرة سوف طرحتها كإسهام بالنسبة لي لمسألة الإصلاح الدستوري، باعتبار أن الإصلاح الدستوري، مسألة الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي يجب أن لا نناقشها في حد ذاتها، بل أن نناقشها انطلاقا إخوائي، إذا نطلب منكم شوية الصبر، واحد 15 دقيقة ولا 20 دقيقة إلا إلى ارتأيتوا أنه هناك ضرورة لمتابعة النقاش في جلسة عامة بالنسبة للإخوان اللي عندهم تساؤلات فالباب مفتوح. ولكن طبعا اعتبارا أن قضايا من هذا النوع ومن هذه الأهمية ما يمكن لها شيء، وما يمكن لها شيء نحيطوا بجميع جوانبها في جلسة أو جلستين. ولكن إذا كانت هناك إرادة من طرف بعض الإخوان الرجوع حول بعض القضايا اللي كيعتبروها أنها مهمة فالباب مفتوح للنقاش، نخصصوا له نص ساعة إذا كان هناك ضرورة لتفصيل. لابد كذلك من التذكير أن بالنسبة لنا ولو أخذنا الصيغة ديال اللجان، لجنة حقوق الإنسان واللجنة ديال الإصلاح الدستوري،
الهدف منها هو نوع من النجاعة في المناقشة طبعا بدون الوصول إلى توصيات باش من قبيل المؤسسة ولا من الفضاء ديال المؤسسة أنها تقدم توصيات للفاعلين السياسيين أو للمخرجين السياسيين فيما يخص هذه الجوانب التي لها أهميتها. احنا بالنسبة لنا هي فقط الإنصات إلى الآراء وطبعا فتح المجال لجميع الآراء أنها طبعا الآراء الوطنية والديمقراطية أنها تعبر عن مواقفها عن تساؤلتها فيما يخص القضايا المطروحة. ولهذا غادي نعطي الكلمة لمقرري اللجان، اللجنة الأولى واللجنة الثانية، باعتبار أن من ملاحظة راحتي وكذلك أن اللجنة ديال حقوق الإنسان اللي عقدت الاجتماع ديالها في القاعة تحت كان العدد ديالها قليل وبسيط جدا. كيف يمكن أن تسير هذه الظاهرة؟ هل هي في حد ذاتها تعبير عن أن قضايا الإنسان قضايا حقوق الإنسان عرفت واحد تطورا ملموس في المغرب، وبالتالي أن إشكالية الإصلاح الدستوري اللي تطرح الآن بحدة هذا السير يمكن كنقدمه ويمكن كذلك يكون بمثابة ماشي نقطة للنقاش ولكن يمكن يجي في العرض ديال الإخوان ديال المقررين. إذن كلمة لمقرر اللجنة الأولى لجنة حقوق الإنسان. شكرا السيد الرئيس. بالفعل النقاش في اللجنة ديال حقوق الإنسان انتهى بسرعة لأمر بسيط، هو أن المجال حقوق الإنسان رغم تعدد المقاربات اللي يمكن تكون فيه هو مجال كيرتكز إلى مرجعية واحدة هي المرجعية الكونية، ولهذا كان تكامل وكان تقاطعات، كان نقاش شيق رغم اختلاف ترتيب بعض الأولويات واللي غتبان من خلال هاد التقرير اللي كان ستسمح كوني غادي نقدمه مباشرة من وحي المحضر المباشر للجلسة في انتظار ما يكون تقرير تركيبي. اللجنة هذه أو هاد الورشة حضروا فيها الممثلين ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحق والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية وترأس الأستاذ الصديقي اللي في البداية استحضر روح الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ودوره التاريخي والرائد من أجل الديمقراطية والحداثة وكذلك النظرة دياله البعيدة للتطورات المستقبلية في البلاد، خصوصا وأن الحركة الحقوقية والديمقراطية في المغرب هي مدينة له بما حققناه من مكتسبات، وأيضا لأن الروح التي بعثها الفقيد في القوى الديمقراطية تجعلنا نعتقد اليوم أننا مهما حققنا من مكتسبات لازلنا في بداية الطريق. بعد ذلك وضح الأستاذ صديقي المنهجية للعمل أو جدول الأعمال ديال اللجنة، وهي الوقوف على وقفة تأملية حول نقطتين، أولا جرد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحرية العامة، وبعد ذلك تصدر الأولويات في ضوء النقاش اللي تقدموا به الأستاذين بوستا واليزغي في بداية هذه الأمسية. كان المتدخل الأول في هذه اللجنة هو الأستاذ سعيد البكري باسم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واللي استعرض في بداية التدخل دياله جملة من الإيجابيات في المجال ديال حقوق الإنسان اللي امتدت خلال العقد الأخير واللي جعلته يوقف البداية على الخطابات ديال الملك محمد السادس من خلال الالتزامات ديالو الصهر على الحرية العامة وعلى الاختيار الديمقراطي للمملكة وبناء دولة الحق والقانون، وأيضا مجموعة من الإجراءات الأخرى كإحداث لجنة مستقلة للتعويض عن ضحايا الاعتقال التعسفي في المغرب، إعمال المفهوم الجديد للسلطة، التأكيد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتناقض مع الإسلام، تخليق الحياة العامة، مراجعة مدونة الحرية العامة، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمحكمة الإدارية إلى غير ذلك. بعد ذلك المنظمة كتسجل الإرادة الحكومية من خلال الخطاب أو التصريح ديال الوزير الأول واللي يشمل واحد مجموعة من القضايا وترتبت عليها مجموعة من الإجراءات، رفع الإقامة الجبرية على المواطن عبد السلام ياسين، أيضا إعمال ظهير المتعلق بالصفقة العمومية، إعداد خطة لإدماج المرأة في التنمية،
شرع الحكومة في حملة لمحاربة الشواء، إصدار أحكام من طرف المحاكم الإدارية حول خرق الحريات الفردية والعمومية، ثم حصول أيضا العديد من المعتقلين السياسيين السابقين على جوزة السفر، تطور النسيج الجمعوي في المغرب، واتساع هامش الحريات خصوصا في مجال الاعتصامات والتظاهرات. والمنظمة أيضا سجلت بعض الانتهاكات اللي كتخص استمرار معاناة المرأة من التمييز القانوني والفعلي، خطة تعطر خطة إدماج المرأة في التنمية واللي ما عرفتش تقدم ملموس في نظر المنظمة، عدم متابعة الحكومة التزامتها بشأن القضية الأمازيغية، وتسجيل خصاص فادح في مجال حقوق الطفل في حال تشغيل الأطفال دون السن القانونية للتشغيل، ظاهرة خدمة البيوت، خصاص في تنظر الأطفال خاصة في البوادي، الأطفال في وضعية صعبة اللي ما كيتمتعوش بأي حماية اجتماعية، وكذلك الأطفال ذوي العاهات والإعاقات، ثم التسوية العادلة والشاملة لملف الاختفاء القسري اللي ما عرفش تطور مهم في الآونة الأخيرة، رغم التطور الإيجابي اللي سجلته المنظمة واللي كيتمثل في التقاء الإرادة ديال ثلاثة ديال المنظمات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، واللي عقدت مناظرة وطنية وخلصت إلى واحد الأرضية مشتركة كتقترح حل منصف وشامل لهذا الملف اللي تيطرح اعتراف الدولة بالمسؤولية ديالها وحفظ الذاكرة ورد الاعتبار للمجتمع. بعد ذلك تدخل الأستاذ فؤاد عبد المبني باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واللي أشار إلى أن التقييم ديال الجمعية عموما لا يختلف عن التقييم ديال المنظمة لوضعيات حقوق الإنسان في المغرب، واعتبر على أن هذا التطور ديال وضع حقوق الإنسان في المغرب هو تطور يتسم بتردد وبنوع من الهشاشة، ومسجل أن السنتين الأخيرتين عرفت واحد النوع ديال التقهقر في الميدان ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على استقرار في ميدان الحقوق الثقافية، استقرار أيضا في دعائم دورة الحق والقانون انطلاقا من مبدأ أن الشعب هو مناط جميع السلطات كما تؤكد عليه المواثيق الدولية، والحال أن المغرب في اعتقاد الجمعية لا يعني الدستور المغربي لا في الآليات وضعه أو في مضمونه أو في تطبيقه لا يتطابق مع المفهوم الدستور الديمقراطي. ثم فيما يتعلق ب مقاربة وضعية حقوق الإنسان انطلاقا من شعار هذه الندوة اللي هي التعاقد، الممثل ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان حريص باش يوضع واحد التوضيح أن التقييم ديال العلاقة ما بين الحركة الوطنية وما بين المؤسسة الملكية هو تقييم ربما يخرج عن نطاق العمل ديال الجمعية اللي كتهتم بالشأن الحقوقي، ومع ذلك سجل أن هذه العلاقة سجل باسمه الشخصي أن هذه العلاقة عند واحد ثابت يميزها هو الإقصاء، أي أن هذه العلاقة بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية في مراحلها في تطورها إلى غير ذلك تسمت بإقصاء الشيوعيين، إقصاء الإسلاميين، إقصاء الأمازيغيين والصحراويين وكل ما لا يدخل في حكم هذين الطرفين. واعتبر أن العلاقة بين الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية كانت علاقة ولازالت علاقة قائمة على موازين قوى راهنة، ويهيمن عليها العرفي والشفوي وتغيب عنها قاعدة التعامل المستقر والمستديم. ثم أكد انطلاقا من مرجعية ديال حقوق الإنسان أن المنظور الحقوقي لا يمكن أن يقبل إلا بمقاربة تعتمد على المسؤولية السياسية وعلى المساءلة وعلى المحاسرة. أيضا أشار إلى العلاقة ديال حركة حقوق الإنسان مع الحركة الوطنية والأحزاب المنبثقة عنها، معتبر على أن يعني مسجل مؤاخذة أن القوى الحزبية تطالب حركة حقوق الإنسان بتقليص خطابها من أجل عدم إحراجها، كيعتبر هو أن هذه الأحزاب الديمقراطية
هي في أمس الحاجة إلى هذا الخطاب ديال الحركة حقوق الإنسان، لأنه يمكن أن يسعفها وأن يمارس عليها سلطة ضمير. بعد ذلك تدخل الأستاذ صلاح الوديع باسم منتدى الحق والإنصاف وسجل في البداية واحد نظرة تاريخية موجزة حول النشأة والتطور ديال الحركة الحقوقية. اعتبر أن الحركة حقوق الإنسان المغربية ولدت ونشأت في رحم الحركة الوطنية، واحتفظت أيضا ببعض بصماتها ورواسبها، ولكنها مع التطور بدأت تجنح نحو الاستقلالية ونحو التخصص وإعمال مبادئ الكونية وعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئ. وسجل بعض المؤشرات الجديدة في حركة حقوق الإنسان واللي كتمثل في تنوعها، في تنوع مجالات اشتغالها واتساعها إلى ميادي محاربة الرشوة، الحركة النسائية، الأمازيغية، كتعبير على حاجات مجتمعية متزايدة. وأن حركة الحقوق الإنسان بدأت تشتغل على ملفات جديدة من شأنها أن تمهد لاصطفافات جديدة، مستحضرا في ذلك المبادرة ديال المكونات حركة حقوق الإنسان لتنظيم مناظرة حول انتهاكات الجسيمة اللي استضفت فيها قوى سياسية المناقشة في جو هادئ، وتوصلت إلى خلاصات كتشكل قوة اقتراحية بالغة الأهمية يمكن تشكل تطور نوعي في العلاقة بين حركة حقوق الإنسان والحركة الوطنية المغربية. وهذا الشيء كله يؤشر في نظر أستاذ صلاح الوديع على تجاوز مفهوم معين للتعاطي مع الشأن السياسي في نطاق الحزبي، وأيضا تنامي النزوع إلى مواطنة كاملة والخروج من نطاق الرعية، ثم النزوع نحو تحديث الفكر والعمل السياسي، والحاجة أيضا إلى تأسيس نظام سياسي قائم على أساس التقاعد. وهنا بعد ذلك تناول موضوع الانتهاكات الجسيمة اللي كيشكل الملف الأساسي ديال نشأة أو ديال وجود منتدى الحق والإنصاف. نعتبر أن هذه الانتهاكات الجسيمة اللي كتشمل اعتقال التعسفي والاختفاءات القصرية، هذه الانتهاكات جرات في المغرب انطلاقا من طغيان الهاجس الأمني المطلق وغياب المراقبة والمحاسبة الشعبية والمؤسساتية. وأعطى توضيح حول مفهوم الكشف عن الحقيقة اللي هو في نظر المنتدى كيكرس حق المواطن في المعرفة ورد الاعتبار للمواطن، وأيضا تشمل مقتضيات أخرى في حل الجبر الخطير وإقرار الضمانات القانونية حتى لا تتكرر هذا النوع ديال الممارسات. وهذا النوع العمل في نظر المنتدى لا يدخل بتاتا في أي رهان سياسي، وإنما ينطلق من المعايير الكونية ديال منظومة حقوق الإنسان، ويعتبر أن الفضل كيرجع للمنظمة في المنتدى في تفجير الذاكرة المغربية والدفع نحو الكشف عن الحقيقة. الأستاذ السكتاوي باسم منظمة العفو الدولية، أولا نذكر بالخصوصية ديال هذه المنظمة على اعتبار أنها ما كتشتغلش على المجال ديال حقوق الإنسان في شموليته، وإنما تركز أساسا على الملفات ديال الحريات، الاعتقال السياسي والتعذيب والاختفاء ومناهضة عقوبة الإعدام، وأيضا النضال الوقائي المتمثل في التربية على حقوق الإنسان. كذلك هذه المنظمة لا تهتم بوضع سجلات للبلدان وترتيبها على أساس احترام أو عدم احترام حقوق الإنسان. ومن هنا يعتبر أن العلاقة ديال منظمة العفو الدولية مع السلطات العمومية في المغرب في التطورات انتهت في النهاية إلى دوران الجليد بين ليس فقط المنظمة العفو الدولية والسلطات، ولكن حتى مع مجموعة الحركة الحقوقية في المغرب. وتوقف ممثل المنظمة عند تصريح حكومة التناوب وما تضمنه من التفاتة جيدة لقضايا حقوق الإنسان وإعادة الاعتبار لضحايا الانتهاكات، مسجلا أن العاهل الجديد أعطى التزامات مجال حقوق الإنسان، وهذا توجه مهم من أجل تطوير هذا الحقوق. غير أنه أشار إلى أن المنظمة لا زالت لها العديد من بواعث القلق بالنسبة لحقوق الإنسان في المغرب، وهذه البواعث القلق تتمثل أساسا في نوعية معالجة المجلس الشرعي لحقوق الإنسان لهذا الملف، واللي في نظره كتقتضي نوع من الجرأة وعدم السقوط في تجاهل مئات الضحايا الذين لا زال مصيرهم في طي الكتمان. وذكر مواقف المنظمة في هذا الباب وإلحاحها المستمر على كشف الحقائق وتقديم المسؤولين للمحاكمة، مما يقتضي إنشاء لجنة مستقلة نزيهة لها الإمكانيات الكافلة بمتابعة البحث والتحقيق في جميع الملفات.
وتسجل منظمة العفو الدولية أن هناك انتهاكات لا زالت مستمرة، وإن كان ليس بشكل واسع ومنهج كما كان في السابق، كظاهرة تفريق التجمعات السلمية بالعنف ومنع بعض الاجتماعات ديال بعض الهيئات، مع استمرار ظاهرة التعذيب والوفيات في مخافر الشرطة وفي السجون. وأيضا دائما في إطار بواعث قلق المنظمة، هناك حرمان بعض الهيئات السياسية من حقها في التأسيس القانوني، وتوقيف وحجز بعض الصحف الوطنية والأجنبية، متابعة ومحاكمة نشطاء حقوق الإنسان، عدم وضع نهاية لظاهرة الإفلات من العقاب، رغم وجود إرادة سياسية للتجاوز ولكشف الحقيقة، وملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية، وكذلك تحفظ المغرب على العديد من المواثيق وبالأخص اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء. واعتبر أنه لا زال هناك في المغرب حوالي 30 معتقل، من بينهم ضابط أديب، اللي اعتقلوا لأسباب سياسية ولم يتمتعوا بمحاكمة عادلة. ومع ذلك تسجل المنظمة، منظمة العفو الدولية، وجود حوار واتصال مع السلطات العمومية كمسألة إيجابية. بعد ذلك تدخل الأستاذ النويدي كناشط، كباحث في ميدان حقوق الإنسان، وكمسؤول انطلاقا من تجربته في الميدان الحكومي. وهذه مداخلة كانت أساسية لأنها سلطت الأضواء على جانب آخر على أساسي في إعمال حقوق الإنسان في المغرب. واعتبر أن التجربة السياسية الراهنة بينت أنه في ميدان حقوق الإنسان لا بد مستقبلا من تقوية سلطات الوزير الأول. لماذا؟ لأن التجربة أكدت أنه كل ما تمتع الوزير الأول بصلاحيات واسعة على وزارته وبسلطات مدققة، كلما، وهذا ما أثبتته التجربة، كلما كان تدخله رائدا وحاسما في معالجة الكثير من قضايا حقوق الإنسان. واستحضر تجربة ديال الدورية وزير الداخلية الأسبق في منع استعمال القاعات العمومية، واعتبر أيضا أنه يستحسن عدم وجود جهات متعددة ومتدخلين متعددين في ميدان حقوق الإنسان، لأنه تؤدي إلى تدخلات كثيرة. وأكد على ضرورة استحضار المناخ العام الذي يحكم الاختيارات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مشير إلى أن كما قلت الوزير الأول كان أو لعب دور رائد في واحد مجموعة ديال الإصلاحات في إطار الوعي بالحدود وبالمقاومات الموجودة وبالممكن السياسي، وعطى أمثلة بالعمل ديال لجنة الحرية العامة، بلجنة السهر على تنفيذ الأحكام القضائية، وأن العمل ديالو في هذا الميدان تتسم باتخاذ المبادرات وبالدور التحفيزي. وتفهم من موقع الذي يتكلم من خلاله، تفهم النظرة ديال المنظمات الحقوقية إلى بعض السلبيات، معتبر أن هذا هو الدور ديالها اللي خصها تستمر فيه كمجال ديال الضغط لإعمال حقوق الإنسان. كاينه ايضا ايجابيات كثيره طرحها، مثلا التعامل مع الامم المتحده، تعتبر بان المغرب حريص على تقديم تقارير بكيفيه دوريه وفق الالتزامات الدوليه في هذا الميدان. ثم كانت اخر مداخله في هذا المحور الاول مداخله ديال الاستاذ صديقي، اللي اعتبر على ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان انطلق في اول، يعني هو اعتبر ان المجلس الاستشاري في صيغته القديمه ربما انتهى قانونيا، وان اول نشاط قام به هو النظر في الملف منظمه العفو الدوليه حول المغرب، وبعد يعني نظرا للتركيبه ديالو والخصوصيته وموازين القوى بين الحركة بين القوى الديمقراطية إلى غير ذلك، مع كل هذه الإكراهات فاستطاع أنه يفتح نقاش في قضايا اللي مازال كان نقاش سياسي، هل هناك معتقلين سياسيين موجودين أم غير موجودين. ومع ذلك انطلق النقاش في هذا الميدان، بل كانت هناك معالجة للعديد من الملفات ديال حقوق الإنسان. وكانت النقطة الثانية هي الأولويات، بحيث أنه كل مكون من مكونات الحركة، حركة حقوق الإنسان، عنده أدبيات وعنده أولويات كثيرة، ولكن كان الحرص على أنه تعطى أولوية
واحدة. الخلاصة اللي توصلنا له هو أنه كاين جوج ديال الأولويات كيختلفوا في الترتيب فقط. جوج الأولويات اللي تكررت لدى الممثلين ديال هاد الجمعيات هي الدستور، إصلاحات الدستورية ديال فصل الصلاط إلى غير ذلك، وطي صفحات الماضي أو ما يعرفوا بملف الانتهاكات الجسيمة. شكرا. الأخ القدر على التقرير الشامل والدقيق كذلك على أشغال اللجنة الأولى. كلمة الأخ كلمة للأخ عبد الرحمن العمراني فيما يخص أشغال الورشة الثانية. لن أخذ من وقتكم كثيرا لأنني حاولت رغم صعوبة المحاولة أن أقدم تقريرا تركيبيا لأشغال الورشة الثانية التي دارت حول نقطتين أساسيتين أو محورين أساسيين. المحور الأول هو تقييم مكتسبات ونواقص الإصلاح الدستوري الأخير على ضوء التجربة السياسية الحالية، والمحور الثاني هو تصورات حول أفق تفعيل أو إصلاح الدستور الحالي. وتتصورون أيها الإخوة الصعوبة التي يمكن أن يلاقيها أي مقرر في إنجاز تقرير تركيبي بهذه السرعة، خاصة إذا كان يريد أو يتوخى تلافي مجرد جميع ما قيل من أفكار وأطروحات ومقترحات أو تقديم ارتسامات عامة قد تصبح هي ارتساماته هو، وفي ذلك تناقض مع واجب الأمانة العلمية والنزاهة الفكرية المفروضة في المقرر. أولا كملاحظات عامة أو كمنطلقات عامة، هناك أولا أهمية وخصوبة الأوراق التي تقدم بها الإخوة المشاركون في هذه الورشة، الإخوة محمد الخليفة، نبيل بن عبد الله، الأخ علي كريمي، الأخ محمد الساسي، الأخ سيد دريس، الأخ دريس الشجار، الأخ حرزني، والأخ الحارتي. هذو هما الإخوة اللي دخلوا في هذه المحاور، وكلهم بطبيعة الحال هم فاعلون ومهتمون بامتياز في الحق السياسي الوطني ولهم تجربتهم الواسعة، وكلهم تحدثوا عن تجربة وعن تأمل في الواقع السياسي على امتداد هذا العقد الأخير. ولا شك كذلك كما تبين من المناقشات ومن الإحالات اللي قدموها عدد من الإخوان أن العرضين الهامين الذين تقدم بهما الأخوين محمد بوستا والأخ اليازغي ألقت أضواء مهمة جدا على الإطار التاريخي والسياسي الذي انتظم الإشكالية الدستورية في ارتباط مع مفهوم التعاقد. نقطة أخرى أن الأوراق التي قدمت لم تكن أوراق تقنية، أي لم يكن هدفها هو تقديم المقترحات الملموسة بطريقة مصاغة، ولكن بالأساس وضع الإشكالية الدستورية في سياقها السياسي، أي في سياق نضال الحركة الوطنية والقوى الديمقراطية، وفي ارتباط مع مفهوم التعاقد كمبدأ مؤسس يجد جذوره حسب ما تبين من عدد من الأوراق سواء في التاريخ السياسي للبلاد أو في إطار المرجعيات السياسية العالمية وفي عدد من النماذج الديمقراطية. يمكن القول بعد هذا أن هناك ثلاث محاور أساسية دارت حولها مجمل الأوراق. المحور الأول هو محور ديال تحديد المفاهيم، محور منهج مفهوم التعاقد، تحديد مفهوم التعاقد عموديا وأفقيا، تحديد مفهوم التراضي والتوافق، مفهوم توازن السلطات، مفهوم الملكية الدستورية البرلمانية، وكل هذه التساؤلات التي طرحت بخصوص هذه القضايا المنهجية كان يلفها هاجس منهجي أو هاجس سياسي فكري واحد هو يمكن صياغته على الشكل التالي: ما العمل لتجديد أسس التعاقدات بما يواكب مجموع المتغيرات التي تطال الحقل السياسي في مغرب اليوم، وبما يواكب أيضا متطلب إغناء مصادر المشروعية بما يوافق التحولات المجتمعية والتحولات أيضا العالمية. المحور الثاني وهو الأساس في تقديري هو الأساس
هذا المحور يعتبر على أنه النقاش الدستوري في الحقيقة رغم كل ما قيل أو يمكن أن يقال لم ينطلق بصفة جدية إلا في أوائل التسعينات، وأن دستور 92 شكل بطبيعة الحال نقلة أساسية فيما يتعلق بترجمة بعض التوجهات التي وردت في مذكرة حزب الاستقلال والاتحاد الشراكي والذي كان للأخوين المرحوم عبد الرحيم بوعبيد والأخ محمد بوستا فضل تقديمها إلى جلالة الملك المرحوم حسن الثاني آنذاك. في هذا الإطار يمكن أن نتحدث عن مواقف متعددة أو متباينة انطلاقا من زوايا نظر متباينة برزت في الأوراق والتي يمكن تصنيفها في الحقيقة إلى جوج أو ثلاثة ديال المواقف، رغم أن الجميع يقر بأهمية المسألة الدستورية، لكن مع الإقرار بأهمية المسألة الدستورية ومركزيتها بالنسبة لتجديد النفس السياسي في البلاد وبالنسبة لإغناء الدينامية السياسية وبالنسبة لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي، كاين هناك مواقف ما نقولش متضاربة ولكن ناتجة عن استيعاب مختلف لطبيعة العلاقة بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي بشكل عام. فهناك من يعتبر الإصلاح الدستوري ورش مستمر ويجب التعامل معه بصفة براغماتية، المسألة ديال الغرفة الثانية، الجهة، سلطة الإدارة، أي أنه لا هي الإصلاح الدستوري ليس من القضايا أو من المهمات التي يفرغ من إنجازها مرة واحدة أو حتى على مدى 5 أو 6 أو 10 سنوات أو عقدين من الزمن، فهي إشكالية مستمرة. هناك وبرز هذا في بعض الأوراق من يعتبرها متغير أساسي بل تكويني، كنقول أونتولوجي من ناحية سياسية، وشرط يشرط كل ديناميكية وكل تطور للديناميكية السياسية. هناك من يعترف، وهذا هو الموقف الثالث أو الطرح الثالث، من يقول بأنه مع الاعتراف بأهمية هذه المسألة ومركزيتها في الحقل السياسي الوطني وفي انشغالات الطبقات السياسية وانشغالات القوى الديمقراطية، لكن الأسبقية الآن يجب أن تكون لضمان انتخابات نزيهة ولتجميع صف القوى الديمقراطية، أي لتعاقد أفقي يمكن أن يشكل بدوره دفعة في إطار أفق الإصلاحات الدستورية التي قد تكون متطلبة لإغناء ولتطوير مرحلة انتقال ديمقراطي. تقريبا أيها الإخوة أيها الأخوات، هذه هي المواقف التي تم التعبير عنها طبعا بحدة متباينة في اللغة وفي الخطاب، لكن بصفة عامة أعتبر أنه هذه هي القضايا الأساسية. قد يصعب علي أن أطرح المحور الثالث وإلا سأضطر إلى قراءة المحضر لأنه سجل عدد من القضايا. هذا المحور والذي يتعلق ببعض المقترحات الأساسية التي اقترحها الإخوة فيما يخص قضايا محددة يجب أن يطالها الإصلاح الدستوري. بقت نقطة أساسية جاتهم فيليغرام في واحد العدد ديال المدخلات، وهي ضرورة أو التلازم ما بين الإصلاح الدستوري أو أفق الإصلاحات الدستورية المطلوبة وما بين أجراءات بعدها وتفعيل ما هو موجود من نصوص، لأنه كيف تبين في واحد العدد ديال المدخلات أنه كاين هاد الإشكالية ديال واش أسبقية التطبيق ما هو موجود على المطالبة بإصلاحات جديدة ولا أسبقية الإصلاحات، باعتبار أنه مهما حاولنا تطبيق ما هو موجود من الإصلاحات فسنصل إلى واحد السقف لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إلا أن يعرقل تطور
المسار الديمقراطي في البلاد. أعتذر للإخوة المتدخلين إن كنت قد لم أفي فيما حقهم فيما طرحوه من أفكار مهمة وخصبة، وشكرا للرئاسة. أخ عبد الرحمن، طبعا ما أطلب شيء منكم مصادقة على التقارير للسادة والأدب، ولكن إذا كانت هناك بعض الملاحظات اللي في التقارير بغي إخواني يضيفوها لأنه إما لها أهمية أو لأنها تشكل بالنسبة لهم قضية أساسية، فالباب مفتوح للاقتراحات. سي محمد، أنت كنت رئيس ديال عندي مجرد اقتراح. انا اعتقد غادي يكون من الافيد تكون عندنا محاضر اللي على هذا العمر اللي تعمل فيهم ونديروا موعد مقبل، اللي انا اعتقد غادي يكون افيد بكثير. نطلبوا من الاخوان اللي عملوا لنا هذيك العمر يحرقوها، نجمعوها، نديروا منا ملف اولي ونجتمعوا في لقاء مقبل حتى اشراف دائما المؤسسة تستقبلنا ثاني مرة اخرى، واعتقد هذا يكون افيد بكثير من ارتجال اي نقاش اللي قلنا هذا. شكرا. تنخوتوا الملاحظة؟ لا؟ هذا يكون احسن. بخير. يلا. شكرا للحضور اللي بقى مصابر معنا حتى الاخر هذه الجلسه. كنشكروا جميع المدونين الناس اللي شاركوا بطريقه مباشره او بالحضور ديالهم او بالمناقشه او بالانصات. الى لقاء مقبل.